مساء الخير واهلا بحضراتكم. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار، ولواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الانجاز وتطورات مراحل الاعمال الانشائيه بالمتحف وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية. وواجه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض داخل المتحف، فضلا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم. وده هيساعد بشكل كبير جدا في جعله ليس فقط واجهة للحضارة المصرية وإنما الإنسانية جمعاء. بمناسبة المتحف المصري الكبير اللي زي ما قلنا انه ان شاء الله مش بس هيكون واجهة للحضارة المصرية ولكن للعالم اجمع وللإنسانية جمعاء، لانه هيكون فيه عدد كبير جدا جدا من القطع الأثرية النادرة زي ما بيحصل في كل متاحف العالم الكبيرة اللي الناس بتروح لها من اخر الدنيا علشان مش بس تشوف الحضارة الخاصة بهذه الأرض او بهذا المكان ولكن بيشوفوا فيها حضارات مختلفة من العالم اجمع. مناسبة حديثنا عن الآثار، النهاردة محكمة جنايات القاهرة حكمت على الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي وهو شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، حكمت عليه بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة تهريب آثار فرعونية خارج مصر. الفنان بطرس رؤوف غالي يمكن لمن لا يعرفه رغم أنه هو وجه معروف لأنه ظهر في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، أنا ما كانش يعني له أدوار بطولة داخل الأعمال لكن وجهه معروف لأنه هو عمل عدد كبير من الأعمال. في هذه القضية بالتحديد الفنان بطرس غالي ما كانش الوحيد لأنه كمان كان في عدد من المتهمين اللي النهاردة حكمت عليهم المحكمة يمكن على 3 منهم بالسجن 15 سنة والتغريم بمبلغ 5 مليون جنيه لكل متهم في القضية. كان من بين المتهمين في هذه القضية القنصل الفخري السابق لإيطاليا في الأقصر والحكم عليه بالسجن الغيابي طبعا نظرا لوجوده خارج مصر، بالإضافة إلى 2 من المصريين أحمد حسين مجدي ومدحت ميشيل جرجس. وكمان المحكمة قضت بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم بالإضافة إلى التحفظ على المضبوطات. هذه القضية اللي كانت عرفت إعلاميا بقضية الحاوية الدبلوماسية، حاوية عثر عليها في إيطاليا في مايو 2018 وكان بداخلها عدد من الآثار المصرية بعد تهريبها. أوراق القضية وقتها شرحت بأنه المضبوطات المتحفظ عليها كان تقريبا بنتكلم في 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و 21,660 قطعة عملات معدنية. القطع الأثرية بتعود إلى فترات تاريخية مختلفة وده يمكن اللي خلى هذه القضية تاخد هذا الزخم الكبير لأن كان في منها كمان قطع أثرية نادرة جدا، أواني فخارية، أقنعة مومياوات، بعض القطع الذهبية النادرة، تابوت خشبي، مراكب من مراكب الفرعونية الخشبية الصغيرة، وعدد من القطع المزخرفة اللي بتنتمي إلى العصر الإسلامي.
فور ضبط هذه الشحنة خارج مصر، وفور اختار السلطات المصرية، توجه وقتها فريق من النيابة العامة المصرية معاه عدد من الخبراء المصريين، طبعا خبراء الآثار من وزارة الآثار المصرية، إلى إيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وتم إعادتها مرة تانية إلى مصر، وتم تسليمها إلى وزارة الآثار المصرية علشان إن شاء الله تعرض في المتحف المصري الكبير. معانا على التليفون الدكتور مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. يا دكتور اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني على فكره احنا اتكلمنا على هذه القضيه في السنه اللي قبل اللي فاتت في مايو 2018، وهي كانت واحده من القضايا الكبيره. خلينا نذكر الناس مره تانية عن اهميه هذه الاثار اللي تم استعادتها الى مصر، وخاصه وانه النهارده تم الحكم على المتهمين. كويس ان حضرتك فاكره انه فعلا من اقل من سنتين حضرتك اتكلمت في هذا الموضوع، وكان في مداخله بخصوص هذه القضيه. القصه فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان كانت الوقائع بتاعتها حاويه، طلعت من احد المواني هنا من مصر، واتمسكت في ايطاليا. الحمد لله النائب العام الايطالي مع النائب العام المصري في الوقت ده مع وزاره الخارجيه المصريه مع سفيرنا في ايطاليا، وبالطبع وزاره الاثار في الوقت ده، كله كان بيتكاتف لمعرفه ملابسات هذا الموضوع. النائب العام المصري طلب انتداب لجنه خبراء لمعرفه هل هذه الاثار ترجع للحقبه المصريه ولا من عدمه. اتبعت صور، اتبص على الصور نظرة مبدئية، كان لازم استدعاء حد للسفر للخارج للتعرف على القطع الأثرية، كان تكليف من معالي وزير الآثار الدكتور خالد العناني. ليا أنا كأمين عام مجلس الأعلى للآثار سافرت بصحبة مستشار في مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام، وسافرنا على هناك، وكان في خبير إيطالي من متحف تورينو، واحنا قاعدين اطلعنا على القطع الاثريه، وثبت بالفعل اثريه جميع القطع الاثريه الموجوده. وكان الشرطه اللي كانت مسكت هذا الموضوع شرطه تسمى كاربينيري، هي نوع الشرطه بتاعها كده حاجه زي خليط ما بين وزاره الداخليه ووزاره الدفاع عندهم. المهم انهم كلهم لما اقرينا، سواء الخبراء الايطاليين او المصريين، اقرينا باثريه هذه القطع. نعم. الاوتوماتيك الطبيعي اللي بيحصل يا استاذ زينان، وحضرتك عارفه الموضوع ده كويس جدا، ان احنا بنشوف هل هي مفقودات المخازن من ايام طبعا الثوره، كان حصل في تعدي على بعض، كان في عبث كتير جدا. نعم. لكن لما رجعنا بالصور ورجعنا جميع المخازن بتوعنا، اتضح ان الحمد لله ولا قطعه منهم من مفقودات المخازن. الحمد لله طبعا كان في تنسيق تام ما بين النائب العام المصري والنائب العام الايطالي مع الخارجيه مع كله، الكل عمل بشكل متوازي تماما، والحمد لله في اقل من 40 يوم قدرنا نرجع القطع الاثريه. هل نقدر نقول النهارده يا دكتور انه بعد هذا الحكم ان كل الاطراف اللي ممكن تكون اشتركت من قريب او من بعيد في هذه العمليه، الحاويات اللي فيها هذا الكم من الاثار اللي تم تهريبها، كلهم حكموا وكلهم حكم عليهم، طبعا باستثناء المتهم الايطالي القنصل الايطالي اللي هو خارج البلاد؟ والله يا استاذ ايمان اللي اقدر اتكلم عليه ان الاثار دي اثار مصريه، والحمد لله قدرنا رجعناها وفي المتحف المصري في التحرير. لكن كاطراف القضيه نفسها لا، يعني ممكن السؤال لمكتب معالي النائب العام مع المحكمة، لأن تفاصيل مين اللي متورط في هذا الموضوع ومين اللي اتقبض عليه ومين اللي هارب ومين الكلام ده كله، يعني يسأل عليها القضاء أكتر مني دراية. لكن قطع آثار لا، الحمد لله زي ما حضرتك قلت في الأول، قطع آثار هي فعلا مهمة، قطع آثار فيها الكرتوناج، فيها تماثيل وشابتي، فيها كم كبير جدا آلاف من العملات المعدنية، كلها ترجع للحقبة المصرية، وكلها طبعا مما لا شك فيه ثبت اثريتها تماما. بشكرك دكتور مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. النهارده رفضت محكمه مستانف تاني المنصوره بمحافظه الدقهليه
الاستئناف المقدم من باتريك جورج الطالب المصري في جامعة بولونيا في إيطاليا، واللي ألقي القبض عليه في 8 فبراير الجاري، وتم حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق. أجهزة الأمن كانت قد ألقت على باتريك جورج خلال عودته من إيطاليا بناء على قرار صادر من النيابة العامة في اتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة في المحضر الذي حمل رقم 7245 لسنة 2019 إداري تاني المنصورة. من جانبه أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي بخصوص المتهم المصري الذي يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة وفق توجيه اتهام له بخرق القانون والتحريض على العنف. وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحا أن مصر سبق وأعلنت مرارا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر. وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه بكافة حقوقه كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز. بعد إن شاء الله أيام قليلة هتنطلق بشكل رسمي، لأن هي انطلقت دلوقتي في بث تجريبي، قناة مصر قرآن كريم، ودي بتعد يعني من أوائل القنوات ويمكن تكون أول قناة للقرآن الكريم بأصوات مصرية خالصة. زي ما قلت لحضراتكم بدأ البث التجريبي لهذه القناة الجديدة على نايل سات على تردد 10853 10853 أفقي، ده التردد الخاص بالقناة. وهذه القناة بتعد أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية. هذه القناة اللي انتظرناها كثيرا الحقيقة، أنه يكون في قناة مصرية بنسمع فيها تلاوات القرآن الكريم بالأصوات المصرية، المدرسة المصرية اللي تربينا وكبرنا كلنا على أصوات العمالقة من شيوخنا الأفاضل، أفضل مقرئين في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي، وللعالم كله اتعلم، العالم الإسلامي كله اتعلم من أصواتهم ومن المدرسة الخاصة بيهم في تلاوة القرآن الكريم. هنا بس نروح نضم للحظات قليلة على هذه القناة المهمة جدا، وليمكن تأخر ظهورها للنور شوية، لكن وجودها دلوقتي وأهميتها مش بس لمصر وللعالم الإسلامي، وعشان احنا كمان نعرف دايما ان احنا كان عندنا افضل مشايخ بيمتلكوا افضل مدرسة لتلاوة القرآن الكريم ولا يزالوا طبعا. صدق الله العظيم. طبعا ده كان ضم على الهواء مباشرة على قناة مصر القرآن كريم. طبعا سمعنا آيات من الذكر الحكيم بصوت مولانا الشيخ محمود خليل الحصري شيخ المقرئين. تاني بنقول ان وجود هذه القناة هي قناة مهمة جدا جدا، انه دايما يكون موجود في كل بيت مصري. ناس كتير جدا بتحب طول الوقت ان هي تسمع في البيت دايما القرآن يكون شغال، فكون ان احنا نقدر نسمعه طول الوقت بأصوات شيوخنا ومقرئينا المصريين بالمدرسة المصرية. وزي ما بيقال القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر. النهاردة هو اليوم اللي اختارته منظمة الصحة العالمية عشان يكون يوم لسرطان الأطفال. في مثل هذا اليوم اللي هو 15 فبراير من كل عام بيتحد العالم علشان يواجه سرطان الأطفال تحت شعار العلاج المسبق وانتقال الرعاية، علشان يتم توحيد الجهود، علشان يتم التصدي لهذا المرض، وكمان رفع مستوى الوعي ودعم الأطفال، دعم المراهقين المصابين بالسرطان، وكمان الناجين من السرطان، ودعم بشكل كبير جدا أسرهم اللي كمان بيعانوا يمكن أكتر منهم. بنتكلم في 12 نوع من أنواع السرطانات الموجودة في مصر أو اللي بتصيب الأطفال. يمكن أكتر نوع منها منتشر هو سرطان الدم والأورام الخاصة بالجهاز الهضمي وبالغدد الليمفاوية. للأسف الشديد يمكن مفيش إحصاء دقيق عندنا حول أعداد الأطفال المصابين بالسرطان، مفيش. في بعض التقديرات اللي يمكن هنقراها على حضراتكم بعد شوية، لكن إن احنا نقول رقم دقيق بعدد المصابين أو أماكن اللي موجودين فيها أو أكتر المحافظات أو المناطق اللي فيها أطفال مصابين أو أكتر أنواع السرطانات في الأطفال المنتشرة في مصر، مفيش.
هرحب بس في البداية بضيفنا اللي معانا على الهواء مباشرة، الدكتور عماد عبيد، أستاذ ورئيس قسم أورام الأطفال وأورام الدم بالمعهد القومي للأورام. يا دكتور أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. هستأذن حضرتك بس هنروح نشوف هذا التحقيق اللي حاولنا فيه نقترب شوية من القصة، لأنه زي ما قلت النسب أو الإحصائيات ليست موجودة، وإن وجدت فهي ليست دقيقة. نشوف التحقيق وبعدين نرجع نتكلم. منذ 7 أشهر وتحديداً منذ تشخيص عمار حسن صاحب 3 أعوام والنصف بسرطان الغدد الليمفاوية، ووالدته تحرص على جلساته العلاجية هنا بالمعهد القومي للأورام، إلا إن هذا ليس كل ما تلتزم به تجاه عمار الذي يخضع لإجراءات وقائية متعددة. المناعة بتاعته بتنزل من أقل حاجة، من تراب، من هواء، من دخان، من إن هو ياكل مكان حد أو إن هو يشرب مكان حد، فممكن يلقط عدوى مني أو من غيري أو من أي حد بيكح جنب منه. ما ينفعش، لازم إن أنت تكوني مراعياه في الأكل، الشرب، اللبس. إحنا لازم نكون أقوى منهم، يعني إحنا بنساندهم عشان ان هم يقدروا يكملوا وياخدوا علاجهم. وحتى لو هو شايفني زعلانه هو بيبقى زعلان، فانا ببقى اضطر ان انا مبسوطه قدامه وفرحانه وكل حاجه. يعني في الاول انا كنت اعيط يقعد يعيط قدامي، فلازم انا ابقى قويه قدامه عشان انا ارفع منه، خليه يتقبل اللي هو فيه. اما مينا ووالده جميل عزيز فياتيان كل اسبوعين من المنيا خصيصا لاجل ميعاد الجلسات العلاجيه، فاتباع التعليمات العلاجية إضافة للدعم المستمر سمة بأسر كل محارب صغير للمرض على اختلاف خلفياتهم. من محفظة المنع باجي عشان أتابع، مثلا كل أسبوعين باجي مرة. احنا اتكشفنا المرض هذا سنة ونص، وعملنا عملية في البنكرياس، وبعد كده عندنا متابعة. اللي بيقول على الدكتور بنعمله، ما ياكلش حاجة وحشة ما ياكلهاش، مثلا الحاجات اللي هي في مواد حافظه بلاش منها، ان دي هي اساسا كل اللي بتجيب التعب. نادية محمد ايضا تؤكد ان اكبر داعميها هما والديها. انا مثلا بنام متاخر فهو بيروح مصحيني 2 بالليل عشان اخد العلاج. يومه الساعه 5 يمشي على الشغل، يجي خدت العلاج نادي الصبح والدور، اقول له اه مالك من الصبح والدور. انا من ساعه ما عرفت ان انا عندي المرض ده ومش خايفة ولا حاجة، عادي ما فيش أي حاجة خالص، زي اللي وزي البرد زي أي حاجة، هو عادي. في عيال أصغر مني كتير شهر شهرين بيعيط كتير عشان يتكلوا نادي والعلاج ومش عايزين ياخدوا علاج، فبقول لهم انتوا لو خدتوها تخفوا بسرعة. بحسب تقارير الاتحاد الدولي للسرطان لعام 2018 يصنف المرض الخبيث السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم، فواحدة من كل 6 حالات وفاة تحدث بسبب السرطان. وسنوياً على مستوى العالم يتم تشخيص ما يقرب من 300,000 طفل تتراوح أعمارهم بين الأشهر إلى 19 عاماً بالسرطان. أكثر من 80% من الأطفال المصابين يتم شفاؤهم في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يتم علاج سوى حوالي 20%. الوعي بأدق تفاصيل الرعاية يلعب الدور الأكبر في الشفاء، مما يجعل أهالي محاربي السرطان الصغير أبطال لا يقلون بطولة عنه في محاربة المرض. مرة تانية برحب بضيفنا المعانا على الهواء مباشرة، الدكتور عماد عبيد، أستاذ ورئيس قسم أورام الأطفال وأورام الدم بالمعهد القومي للأورام. أكتر الأنواع يا دكتور اللي احنا ممكن نقول أنواع السرطانات اللي ممكن نقول إنها موجودة في مصر ما بين الأطفال، وأصلا لماذا يصاب أو إيه الأسباب اللي بتخلي الأطفال تصاب بالسرطان؟ أول حاجة يعني حضرتك بتسألي، أكتر حاجة الأطفال بيصابوا بيها هي بتبقى سرطان الدم الحاد أو سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وبعدين الحاجات التانية سرطانات الغدد الليمفاوية وأورام المخ الصلبة اللي بتيجي أورام المخ، وبعد كده بيبقى في حاجة اسمها أورام الكلى وأورام الأنسجة الرخوة وأورام العظام اللي طالعة من العظام. يعني احنا بالنسبة لنا في حاجات أمراض الدم، اللوكيميا الحادة الليمفاوية،
وامراض الغدد الليمفاويه، والاورام الصلبه بيبقى عندنا اورام سرطان اللي هي بتيجي في المخ او اورام المخ. الاسباب يا دكتور، هل وراثيه، هل عوامل تعالي حضرتك البيئه؟ اقول لحضرتك بالنسبه للاطفال يا فندم، مفيش سبب واضح قوي، يعني السن هي مختلفه عن الكبار، يعني مفيش سبب واضح للاطفال نقدر نقول اللي هو ده يعمل ده، انما في حاجات خلل جينات بيحصل، ده بنسبه تحصل في الاطفال، ملهاش علاقه مثلا بالوراثه، ملهاش علاقه بحاجه، انما ايه اللي حصل للخلل دوت، مفيش حاجه يعني تقدر تثبت هذا الكلام او توضح هذا الكلام. انما احنا بنشوف حالات كتير زي ما قلت لحضرتك في لوكيميا الدم جدا يوميا. اتفضل يا فندم. السرطان عموما التعامل معاه في مراحل العلاج هل بتختلف من انه يكون طفل صغير في السن عن حد في متوسط العمر عن حد كبير؟ هل بيفرق في السن؟ هل الاطفال اصعب في الشفاء من السرطان ولا العكس؟ العكس يا فندم، انا شايف ان طبعا وبالاحصائيات ان نسب النجاح في الاطفال احسن من الكبار، ده نمره واحد. نمره اتنين، استجابه الاطفال للعلاج بتبقى احسن وتحملهم للعلاج بيبقى احسن، وحصل تطور في العلاج الفتره اللي فاتت فده محسن نسب النجاح. الكبار بيبقى فيه بعض المشاكل بالذات مع كبار السن، ساعات ما بتقدريش تدي جرعات مكثفة اللي تقدري تديها للأطفال، ساعات الجراحة بتبقى إن هي تتعمل أصعب سنة، ونسب النجاح عامة في الأطفال بتبقى أحسن تبقى أفضل. إنما لازم نمسك كل مرض على حدة، يعني الموضوع مثلا إحنا بنتكلم مثلا على لوكيميا الحادة في الدم يا فندم، نسب النجاح بتبقى حوالي مثلا 75%. اللوكيميا الحادة الليمفاوية، في نوع تاني من اللوكيميا نسب النجاح أقل سنة. أورام الغدد الليمفاوية في الأطفال بتصل إلى 90 و95 و85%. أورام اللي هي بتيجي في المخ دي بتعتمد على الاستئصال الجراحي، العيان استأصل الورم جراحيا ويحمل صفات عالية وسريعة ولا صفات هادية وضعيفة، فاللي يحمل صفات عالية وسريعة نسب النجاح أقل، اللي بيحمل صفات أضعف نسب النجاح أقل. بعيدا عن الاسباب اللي ممكن تكون وراثيه يعني اللي بتؤدي الى فضل. اصابه الاطفال بالسرطان او حتى بانه يكونوا طبيعه الجينات الخاصه بيهم يعني قابله للاصابه بهذا المرض العين، لكن هل في بعض الاسباب او بعض العادات، بعض الحاجات الخاصه يمكن بعادات الاكل، الشرب، الجو؟ كنا لسه عاملين تحقيق من فتره عن كم القمامه اللي الناس بتحرقها في الشوارع في بعض المناطق، واعتقد ان احنا لو عندنا احصائيات ودراسات ركزت في فكره فين ازاي وليه، يعني بيحصل ده فين وازاي والاحصائيات ايه، هنلاقي ان المناطق دي اكيد اكيد هي اكتر المناطق اللي الاطفال مش بس سرطان، يعني سرطان او امراض صدر، امراض رئه، امراض عيون. فهل في اي حاجه من الممارسات العاديه الخاصه بينا كاسر مصريه، كاباء، كامهات، ممكن تكون هي اللي بتعلي النسبه دي اصابه ابنائهم بالسرطان في الصغر؟ سرطان قوي في الاطفال، يعني ما اقدرش اقول ان ده بيعمل ده عشان اشيل هذا المفهوم الخاطئ، يعني ده نمره واحد. نمره اتنين، ما فيش حاجه اسمها وراثيه، يعني نسبه الحاجات الوراثيه ديت في الأطفال إن فلان ورث فلان، هذا شيء يعني يكاد يكون مستبعد إلا في أقل من 5% من حالات أورام اللي في الأطفال. نمرة ثلاثة، الموضوع إن هو مثلا التلوث، التلوث اللي حضرتك بتقولي عليه ما فيش حاجة إن تقول هذا التلوث يعمل أورام، إنما أنت بتقولي لحضرتك إزاي نحسن أو الأمور تبقى أحسن، في بعض النصائح، في بعض النصائح ان مثلا الـ ان الـ ان الـ الـ الشخص يبقى عايشه صحيه اكتر، بس هذا الكلام يطبق اكتر على الكبار من الصغير، ويطبق على الكل، اللحوم المصنعه، الاكل الصحي عامه، اكثار من الخضار، بلاش الوزن الزائد، الحركه دي كلها نصائح عاميه، ونمنع اللحوم المصنعه انا شايفها دي من الحاجات المهمه. اللحوم المصنعه اللي هو الاكل الجاهز يعني الفاست فود كله.
بكل اشكاله بقى. الاكل الجاهز اكتر او الحاجات اللي هي محطوط مع اضافات كتير وحاجات كتير. بشكرك شكرا جزيلا يعني دكتور عماد يفضل عبيد، الحاجات نعم استاذ ورئيس قسم اورام الاطفال واورام الدم المعهد القومي للاورام. ويمكن ما ينفعش نكون النهارده بنتكلم على اليوم العالمي لاورام الاطفال او لسرطان الاطفال، ويمكن عندنا في مصر واحد من المشاهد اللي يمكن كان واحد من اعمل مشاهد في 2019 في شهر اغسطس اللي فات لما حصلت الحادث الارهابي في محيط معهد الاورام، كان في صوره انتشرت بشكل كبير جدا لسيده مصريه. حضراتكم عارفين ان في ناس كتير من اهالينا البسطاء اللي كانوا بيروحوا يقفوا قدام المعهد بولادهم علشان يتلقوا العلاج. هذه السيده اللي قطعت وكسرت قلب ناس كتير قوي 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 اللي كانت حاضنه ابنها واقفه قدام المعهد، ملامح وشها اللي كان كلها خوف وقلق على مصير الولد اللي في حضنها وعلى مصيره، لانه المكان وقتها اللي بياخدوا منه العلاج كان راح، او اعتقدنا كلنا بعد التفجير ان هو راح، لكن طبعا الحمد لله بعديها على طول المعهد رجع واقف على رجله وبيقدم خدمات زي الاول واحسن. الست دي يمكن بنعتبر صورتها هي من اشهر واهم الصور الانسانيه في 2019. فات ايه؟ يعني فات شهور، تقريبا اكتر من 6 شهور، وقررنا النهارده واحنا بنقول اليوم العالمي لسرطان الاطفال نروح بيت هذه السيده نطمن عليها. اسمها فايزه، فايزه حي الله، وابنها عبد الرحمن كان عنده 3 سنين اللي كانت بتحضنه واللي هو كان مصاب وما زال بسرطان في المخ. رحنا لهذه السيده عشان نطمن عليها ونطمن كمان على عبد الرحمن ونسمع من خلال الزيارة القصيرة في بيتهم، أو مش نسمع، نحاول نعيش الحياة اللي بتعيشها أي أم أو أي بيت عنده في البيت طفل مصاب بسرطان. محمد رياض موجود هناك، يا محمد مساء الخير اتفضل. مساء الخير عليك إيمان، تحياتي ليكي. أتواجد الآن في منزل السيدة فايزة حيالله، هذه السيدة التي اشتهرت صورتها عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام في حي المنيل، وأصبحت أيقونة للعديد من الأمهات والسيدات اللي بيحاربوا بيكافحوا مرض السرطان بعد إصابة أبنائهم بهذا المرض. أولا برحب بحضرتك فنان. أهلا وسهلا بحضرتك. طمنينا على عبد الرحمن. عبد الرحمن عنده 3 سنين ونص دلوقتي، طمنينا على حالته واخباره ايه؟ الحمد لله تمام، عبد الرحمن كويس، عملنا العمليه 11 شهر 11 والحمد لله تمام، ونعالج كل يوم التاني يعني لو تعب بروح كل يوم التاني على معهد الاورام، والحمد لله دلوقتي على الصور التاني، والدكتور قال لها مش قطعيه عشان نعرف نشوف ايه فيه خير ان شاء الله. ان شاء الله يعني حالته في تحسن الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب استاذه فايزه، يعني انت ربنا اختبرك بابتلاء ان هو اصاب ابنك يعني بمرض السرطان، كلمينا عن تجربتك بقى، بتتعاملي ازاي مع عبد الرحمن؟ بتروحي المعهد كم مره؟ الاكل والشرب بتتعاملي معاه ازاي في البيت؟ هو حكايه معهد الاورام يعني هو لو تعبان بنروح كل يوم بيه، لو تعبان يعني كان كده مثلا بياخد جرعه بيخلص الجرعة، بعد ما يخلص الجرعة في حقن بياخدها، بعد كده بروح نرجع تاني وبعد كده في جرعات تاني بياخدها يعني، بس الحكاية كلها يعني ادي احب ما يكون تعبان بروح بيتعب مني يعني يسخن مني جامد بضطر اوديه. يعني حالته هنا مش زي اي طفل عادي او اي طفل طبيعي، لكن ليه طبيعة خاصة في البيت للاكل للشرب العلاج، كلميني عنه. ايوه اي اكل من نوع من بره لازم نعمل اكل في البيت، وفي اكل ياكله واكل لا، يعني كل لازم اكل البيت بس يعني ادي اللي ياكله. طب لو هنتكلم يعني ده الجانب العظيم من حضرتك ان انت بتروحي كل يوم وبتتعبي وبتشيلي وبتروحي المعهد وبترجعي بيه، طب لو هنتكلم على الجانب النفسي ازاي انت بتدعمين نفسيا بقى؟ لا انا مش مبينه قدامه ان هو تعبان وبنلعب وبنضحك معاه وكده عشان ما يقعدش من السيت يعني ويتعب، بس ما نحسش ان هو تعبان بس الحمد لله يعني. بتحاولوا ان انتوا تبسطوه تخلوه يضحك يلعب؟ نحاول نخلي بس نلعبه نجيب له لعبه بنحاول باي حاجه يعني، والله هي من هو فيه الحمد لله بس الحمد
لله. طب حضرتك لو توجهي رسالة للأمهات اللي أبنائهم مصابين بمرض زي السرطان، إيه الرسالة اللي أنت توجهها لهم وتقولها لهم؟ أقول لهم اصبروا وإن شاء الله ربنا يشفيهم ونرضى بربنا ادوهولنا، والحمد لله يعني ربنا معاهم ونشفيهم إن شاء الله ونصبر، وربنا ربنا بيجيب إن شاء الله، وأولادنا برضو ونحبهم برضو، تعبان متعبليش برضو نحبهم يعني الحمد لله. طب إيه تقولي إيه لعبد الرحمن دلوقتي؟ آه ربنا يشفيه إن شاء الله وحشانه ويشفي كل مريض يا رب. مين دلوقتي؟ عبد الرحمن عبدو هو شكله هينام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله في عبد الرحمن ويتم شفائه على خير. يعني ده كان لقائنا ايمان مع السيده فايزه حي الله وابنها عبد الرحمن، ان شاء الله ربنا يكرمها ان شاء الله فيه، والتعب كل اللي هي بتتعبه ان شاء الله ربنا يكرمها ويكلله بشفاء عبد الرحمن ابنها وكل الاطفال المصابين بمرض السرطان. عوده اليك مره اخرى ايمان، اتفضلي. شكرا محمد رياض، وشكرا لهذه السيده المصريه المكافحه الست فايزه. كان نفسي اسمع منها، كان نفسي رياض يسألها يعني هي محتاجة إيه، لأن هي أكيد محتاجة حاجات كتير. بس من غير ما نسألها أنا بقول لأي حد بيتابع أو لأي حد مهتم إن هو يساعد، سيدة على قد حالها، عندها طفل عنده سرطان وعندها طفل كمان تاني برضو أعتقد إن هو مريض. سيدة بسيطة، كفاية صورتها اللي ظهرت وقت هذا الحادث، يعني بتحكي القصة كلها، يعني مش محتاجين نتكلم كتير، يعني في نوعية صور كده من الصورة ممكن تفهم القصة بماضي القصة بحاضر القصة بمستقبل القصة، في صورة حكاية في صورة. فأتمنى، والولد لسه تعبان بيكبر وتكاليف علاجه ومتابعته كتير عليها، فأتمنى أنه يكون في مساعده ليها من اي جهه من الجهات او اي حد يحب يساعد، وخاصه ان احنا كمان عندنا استجابه مهمه جدا 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 كانت برضو لواحده من مرضى السرطان. يوم الاثنين اللي فات عرضنا ضمن المبادره الخاصه بمساء دي ام سي سجل شكوتك، استغاثه من المواطنه اماني محمد سامي. اماني عندها 45 سنه من عزبه النخل في محافظه القاهره، عندها كانسر او مريضه سرطان من العام 2015. وفي الفيديو اللي عرضناه لأماني اللي بعتته لنا على صفحتنا كانت بتطالب وزارة الصحة بأنها تصرف لها علاج على نفقة الدولة، لكن قالت أنه الوزارة وقتها رفضت علشان هي كانت مريضة قبل كده فكانت بتصرف لها علاج، وبعدين حصل أن هي خفت فترة، بعدين حصل انتكاسة فرجع المرض تاني، فلما راحت تطلب علاج قالوا لها لا العلاج بيتصرف مرة واحدة. وأنا حتى ساعتها اتكلمت ونشدت الوزارة وزارة الصحة بأنه مش بإيديها، يعني ربنا يعافي الجميع، ولكن ست بقى يعني خفت وصيبت تاني، حاجة بتاعت ربنا. وقلنا انه مش بس السيدة اماني، اي حد زي اماني يعني لازم يحصل على العلاج. بعديها على طول الحقيقة بعد اقل من 24 ساعة من عرض استغاثة السيدة اماني تواصلت معايا الحقيقة وزارة الصحة مشكورين دكتور خالد مجاهد، وقال انه فورا بعد ما الوزيرة كانت بتتفرج على دكتور هالة زايد كانت بتتفرج على هذه السيدة اماني وانها اهتمت بيها بشكل شخصي، وان هي قررت على طول صرف العلاج لهذه السيدة مرة تانية في مستشفى مركز اورام دار السلام اللي كانت بتتعالج فيه واللي رفض علاجها قبل كده، وطلع القرار. ورونا القرار ده، القرار اللي خرج يمكن تاني يوم الصبح بعد احنا قدمنا الحلقة يوم الاثنين بالليل، القرار خرج يوم الاثنين الصبح. ليه بقى؟ أو ليه بقى أنا يعني سعيدة بشكل كبير جدا بهذا القرار؟ لأنه القرار ده، خليه معانا القرار برضو على الشاشة يا فكري، أهمية هذا القرار إنه مش بس علشان خاطر هذه السيدة اللي بعتت لينا أو استغاثت بالبرنامج، والحمد لله يعني كنا يعني وسيلة إن مشكلتها تتحل، لكن الأكبر من كده أو الأهم من كده إن كل اللي حالته زي حالة السيدة أماني، إنه حد كان بيتعالج من مرض بياخد علاج وبعدين ربنا شفاه الحمد لله،
وبعدين رجع أصيب بهذا المرض من جديد. فطيب إيه؟ فأعتقد أنه بهذا القرار، وده كمان اللي عرفته من وزارة الصحة، أنه أي حد تنطبق عليه نفس الحالة، أنه كان بيتعالج من مرض خف رجع تاني للمرض، من حقه أنه هو يحصل على العلاج. ودي أهمية هذا القرار، أنه هو مش قرار لشخص، هو قرار سيسري على كل اللي زي هذه السيدة. شكرا وزارة الصحة على الاستجابة، ويا رب يكون في كمان استجابة من أهل الخير اللي هم كتير قوي 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 في بلدنا على هذه السيدة اللي كنا لسه بنتكلم عليها، وهي أشهر صورة في حادث معهد الأورام. معنا مين؟ طيب معنا الأستاذ محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسلامة المشاهدين. حضرتك شفت الحالة ست فايزة؟ أنا شفتها، وأرجو يعني البيانات بتاعتها إن شاء الله بكرة أبعت لها باحث يشوف كل أحوالها إيه، وإن شاء الله يعني الأورمان تعمل لها مساعدة إن شاء الله بإذن الله من الناحية المادية، ولو في أي تعبط ليها مش الأورمان تديها. طيب أنا بشكرك مبدئيا، ولو فعلا بكرة هتكونوا متواجدين هنكون متابعين معاكم. انت شفت قد ايه الولد طفل صغير 3 سنين، وطبعا واضح الصورة بتتكلم ان هم على قد الحال. ففي الحالات اللي زي دي يا استاذ محمود ازاي بنساعد الناس؟ يعني هل بنساعد الناس ان احنا، لان حضرتك عارف انه عموما اي حد في بيته شخص مريض في تكاليف، يعني بعيدا عن تكاليف المرض في تكاليف تانية موازية بتكاليف العلاج والمرض، هل بنديهم فلوس؟ هل بنوفر العلاج بالمجان؟ بنعمل ايه؟ احنا بنعمل بحث متكامل للحال، بنشوف احتياجاتها ايه سواء كانت ماديه او عينيه، بنوفرها بناء على طلبها وبناء على هي بتتيح ايه. يعني احنا كهرمان عندنا مستشفى لعلاج السرطان بس في الصعيد، هي بتتعالج هنا وسكنها هنا ومحلها هنا بالظبط، فبنعمل لها بحث، بنروح لها البيت، بنبعت لها مندوب متخصص في عمل الابحاث، وبنبحث حالتها الماديه بالظبط، وبنشوف ايه اللي ناقصها، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفره، وان شاء الله بطمن حضرتك ان احنا هنعمل لها البحث ان شاء الله ونشوف طلباتها ايه ونوفرها باذن الله. تمام، وانا هتابع مع حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستجابه الاستاذ محمود فؤاد، نائب مدير جمعيه الأورمان. من الأخبار كمان الحلوة قوي النهاردة واللي فيها إيجابية شديدة وإيجابية مطلوبة، ومن الحاجات اللي كانت لازم تحصل من فترة طويلة وفي أكتر من مكان، الجامعات المصرية بتشترط أنه على أي طالب علشان يحصل على شهادة التخرج، يمكن ده بس الجزء اللي يعني ممكن يبقى فيه اعتراض عليه، أنه هو يبقى شرط، يعني بتشترط عليه أنه هو ينجح في محو أمية 4 أشخاص، يعني علشان ياخد شهادته لازم يكون محى أمية 4. القصة دي يمكن كانت في مبادرة خرجت بالمعنى ده من فترة، لكن ما كانتش مفعلة، يعني كانت مجرد مبادرة، لكن علشان بقى يتم تفعيلها خرجت مبادرة تانية من الهيئة العامة بالتعاون مع الجامعات المصرية، وهي إنه كل طالب هينجح في محو أمية أي شخص هيحصل على 250 جنيه والجامعة هتحصل على 100 جنيه. يعني الإغراء بقى إغراء مالي، يعني إذا كان إغراء يعني إنه هتخلي شخص هتمحو أمية شخص هتاخد 250 جنيه، لكن فكرة اشتراط إنه الحصول على شهادة التخرج إنك تخلي 4 يقروا يكتبوا. خلينا نسمع أكتر عن القصة دي من الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. يا دكتور أهلا بحضرتك. دكتور عاشور، طيب خلينا نطلبه مره تانية لو الخط قطع. في 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 حاجه حلوه في هذه في هذا الاقتراح او هذه المبادره، فكره انه يكون في خدمات بيقدمها اللي يقدر للي ما يقدرش، خدمات مجتمعيه، وخاصه ان موضوع التعليم ده موضوع مهم جدا، ففكره انه الطلبه تشجعهم على ان هم يساعدوا في محو امية شخص او 2، انا شايفه ان دي حاجه نبيله جدا وحاجه عظيمه.
لكن فكره انه يبقى في ارتباط شرطي بانك علشان تعمل كده تاخد شهاده التخرج، ربما دي اللي يكون يعني في بعض التحفظات عليها. معانا تاني الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار. يا دكتور اهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت واطي بس معلش شويه. سامعني كده يا دكتور؟ مش قوي مش قوي. قللوا الصوت. طيب رأي حضرتك ايه في هذه المبادرة، وهل شايفها ان هي ممكن يتم تطبيقها بشكل عملي ولا يعني على ارض الواقع مش تبقى عملية؟ استاذ ايمن طبعا بشكر حضرتك طبعا وشهدت يعني البحث عن كل السبل والطرق للقرار بمختلف انواعها. طيب احنا في مشكلة طبعا في الصوت من المصدر، فانا بشكره شكرا جزيلا. طيب النهاردة والله ده آخر خبر يا جماعة، النهاردة نادي الجونة الحقيقة في لفتة إنسانية قرر تغيير اسم ملعبه علشان يحمل اسم رجل الأعمال الراحل اللي كان ليه دور كبير جدا في هذا النادي، خالد بشارة اللي اتكلمنا عنه من أسبوعين واللي قلنا إن هو راح في حادث سير، كان بيشغل منصب رئيس النادي قبل رحيله في 31 يناير الماضي، وقلنا ان هو واحد من اعظم الشخصيات الشابة، وده اتضح بشكل كبير جدا بعد وفاته من كم الحب والتقدير اللي ظهر في كل الناس اللي حواليه، من اصغر حد كان بيتعامل معاه الى اكبر حد، وزي ما قلت لحضراتكم اصدقائه كانوا بيسموه بيل جيتس مصر، قد كده هو موهوب، قد كده هو شاطر، قد كده هو طول الوقت بيدي طاقه ايجابيه لكل الناس اللي حواليه، قد كده بيشجع، قد كده ادخل الى مصر عدد كبير جدا من التقنيات الجديده اللي ما كانتش معروفه من قبل. كمان الحساب الخاص بنادي الجونه قال عبر صفحتي الرسميه على فيسبوك انه يفخر نادي الجونه بالاعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح استاد خالد بشاره، لفته انسانيه محترمه جدا جدا. معانا كابتن نادر شوقي المسؤول عن نادي الجونه. يا كابتن اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك وميرسي على الكلام الحلو اللي قلتيه على خالد ده. واضح يعني انا الحقيقه عمري ما شفته ولا اعرفه حتى لا بشخص رسمي او باي شكل، لكن من كم التعليقات، لانه الانسان بعد رحيله هو سيره، فمن كم التعليقات الكتير، مش بس انتوا، مش بس الجونه، مش بس زمايله، مش بس الناس اللي بداوا معاه، مش بس اصدقاء المدرسه او الجامعه، بس واضح فعلا ان هو كان شخص محترم جدا وناجح جدا. زي ما قلت، بص انا مش ما اقدرش ازايد على كلمه كتير، هو خالد يعني مهما اتكلمت ما اقدرش اديله حقه صراحه يعني. فاقل حاجه تاني اللي بشكر بشار الصليح طبعا، ان الاستاد ان هو كان مجنون كوره الله يرحمه، فدي اقل حاجه تتعمل ان هو الاستاد يبقى باسمه، دي اقل حاجه تتعمل له. ده قرار يعني انتوا اتخذتوه كاداره النادي ولا كان بالاجماع ولا ايه؟ بصي، ما فيش حد يعرف خالد الله يرحمه غير لما فكر في الفكره دي، ان هو قد ايه كان شاطر في شغله وقد ايه بيفيد الناس. انا بص انا يعني خالد عنده يعني الحته الشغل بتاعته بال هو قد ايه كان جينيوس وقد ايه كان عبقري في الحته بتاعته دي، انا ما شفتهاش انا بعيني، بس شفت بني ادم مجنون كوره وشفت بني ادم بيحب الكوره جدا، وهو اللي خلى الجونه دلوقتي في الدوري الممتاز، وهو اللي خلى ان احنا نكون موجودين وبنتكلم مع حضرتك دلوقتي. فقرار اي واحد عارف خالد كان هيقترح القرار ده، هي القصه مش في القرار، او هي القصه مش في الاقتراح، هي القصه في الباشمهندس سميح ان هو وافق على حاجه زي كده، ودي حاجه انا بشكره جدا عليها وكلنا بنشكره عليها. فالقرار صدقيني مش طالع من واحد بس، القرار طالع من ناس كتيره جدا عارفه خالد وعارفه قد ايه هو كان بيحب الكوره وعارفه قد ايه كان يعني تحس ان هو عبقري في حتته، وبعد كده بيتسلى بالكوره، يعني الكوره دي بالنسبه له حاجه حياه يعني. ميرسي جدا ليكي على انك يعني فكرتي ان انت تمنشن حاجه زي كده في البرنامج بتاعك. انا اللي بشكرك على هذه المداخله يا كابتن نادر شوقي المسؤول عن نادي الجونه، شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كان بقالنا كتير لم نلتقي بشيخ خالد الجندي، واحد من علماء الازهر الشريف اللي بيكون معانا كل فتره في حوار مفتوح بنتكلم فيه على عدد كبير جدا من الموضوعات، في بعضها بنكون مرتبين بعض الموضوعات اللي هنتناولها بالنقاش في
في البرنامج علشان استفيد طبعا من الدكتور خالد الجندي، وفي بعض الموضوعات اللي بتاتي مصادفه، يعني زي ما بيقولوا الكلام بياخدنا لاكتر من موضوع، وبنحاول نطرح اسئله العامه البسطاء والمتخصصين على قد ما بنقدر. شيخ خالد الجندي هيكون معانا بعد شويه في هذه الفقره اللي هنتكلم فيها، او مبدئيا هنتكلم فيها عن الفتاوى الشاذه والغريبه اللي يمكن على إثر هذه الفتاوى في ملايين من البشر، ملايين من المسلمين طبقوها ومشوا على هذه الفتاوى، ورغم أنه من أفتى بها يمكن يكون تراجع في كلامه واعتذر وقال أن هو لم يكن الوقت مناسب لي عشان يفتي كخبرة وعلم يعني، أو أنه بعد مراجعة الكثير من المراجع قرر ان هو يتراجع عنها، ولكن في بعض الاحيان بيتراجع من افتى ولكن لا يتراجع اللي سمع الفتوى، وده يمكن ادى الى ضياع اوطان كامله بسبب بعض هذه الفتاوى وتشريد بعض الناس كمان وارتكاب بعض المذابح وبعض الجرائم باسم هذه الفتاوى. موضوع مهم جدا هيكون معانا مع دكتور خالد الجندي بعد شويه. دون تحمل أي أعباء مادية، أجرت مسعدة ثابت ذات 65 عاماً عملية لتحسين رشح مقولة الإبصار بمستشفى الرمد بأسيوط ضمن 15 ألف مريض يستقبلهم المستشفى شهرياً بعد تطويره. حسيت لأن فيه شعر كده معامل على عيني وزي الدبانة كده راح أدي على عيني، راح أخذون ولد أخذنا كشف عند دكتور عمل قال تعمل عملية. أول ما خشيت تلقون كويس وقبلون مقابلة كويسة والناس كلهم كويس، ده قلت علينا حاجة وده قلت علينا وده قلت علينا أم. المستشفى يعد الوحيد من نوعه بمحافظة أسيوط، حيث يخدم 11 مركزاً بتعداد سكاني يتخطى 4.5 مليون مواطن، معظمهم يتلقوا الخدمة مجاناً. كان عندي رشح في المقولة وجيت المستشفى هنا عملوا لي كل الفحوصات والتحاليل وكده، ودكاتره اخر امتياز معانا والتمريض 100 100. انا رحت كشفت قالوا لي نازله جلطه على عينك، الحقنه ممكن تكلفكم يعني من 4000 ل 6000. جينا مطلعين ورق برضه على نفقه الدوله والحمد لله خدنا واحده معوكش الورق جاء، لان هوات الدهان مجانا ما دفعناش اي حاجه. في خلال ما يقرب من سنه تم إحلال وتجديد كامل للبنية التحتية للمستشفى بتكلفة 4 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة استحداث الأجهزة الطبية 6 مليون جنيه، بالإضافة لاستحداث أقسام كاملة مثل قسم أبحاث العيون. ما كانش عندنا أي نوع من أنواع الأجهزة دي خالص، طبعا كان في مشكلة إن إحنا إزاي نشخص الأمراض وإزاي نحاول حتى لو نعمل عملية إزاي يعني نحاول المريض، كان يعني بيبقى في صعوبة جدا إن إحنا نساعده. بفضل الأجهزة دي طب إحنا ساعدنا كتير خالص من المرضى على اكتشاف أمراض جديدة ومساعدتهم في العمليات، وطبعا وفرنا لهم مجهود وتعب وفلوس عشان أغلبية تكلفة الأجهزة دي بره غالية كانت جدا. ما زالت أعمال التطوير مستمرة بالمستشفى لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين والقضاء تماماً على طوابير الانتظار. أنا في المستشفى من سنة 95، فلما أجي النهاردة في 2020 المستشفى اتطورت قد إيه؟ أنا حسب كل حاجة اتطورت فيها دلوقتي، اتطورت كل أجهزة الفحص. كنا في العمليات بنعمل عمليات مية بيضة جراحة فقط، تطورت المستشفى ان احنا بنعمل فيكو حقن داخل العين وحول، وفي اطار التطوير تاني ان احنا نكمل العمليات الشبكية. كنا يدوبك بنقدم خدمة بسيطة قوي اللي هي العيادة الخارجية وعمليات الجراحة لا تتعدى 10 عمليات شهريا، دلوقتي وصلنا 60 عملية شهريا كلهم نفقت دولة أو قوام انتظار. تطوير المستشفى البنية التحتية والأجهزة واللي احنا المستلزمات اللي احنا بنستحدث فيها تكلف تقريبا 10 مليون، ابتدينا نخدم المواطن اللي هو في أسيوط البسيط بكل الخدمة الطبية الكاملة للرمد. تطوير مستشفى الرمد ليس الوحيد، فحاليا يجرى العمل على تطوير 27 وحدة صحية على مستوى محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 382.5 مليون جنيه، على أن يتم تسليمهم نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مشروع حياة كريمة لخدمة القرى الأكثر فقراً وتنفيذاً لخطة الدولة لرفع كفاءة المنظومة الطبية والصحية لتليق بالمواطن المصري. هدير جميل، مساء دي أمسي.
انا عاوز اثبت للناس هنا زي اي حد اقدر اوصل لحاجه كبيره اكون مشهور في البريندون. برحب ضيفي في هذه الفقرة الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف. يا شيخ خالد أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ إيمان وبالسادة المشاهدين جمهورك العزيز. بقالنا فترة لم نلتقي. والله ما شاء الله، بس أنا متابعك طبعا، واحد من جمهورك يعني. شكرك، ده شرف ليا. ربنا يوفقك لكل خير يا رب. النهاردة ما فيش جلباب، يعني الحلقات اللي فاتت معظمها كانت جلباب، بحس بسكينة لما حضرتك ترتدي الجلباب، أما في البدلة بحس بالتأهب. المشكلة إن إحنا ربطنا ما بين الخطاب والزي، فبقت المسألة أقرب ما تكون إلى كهنوت ديني إحنا اللي صنعناه بإيدينا وعملنا الـ هذه المنظومة التركيبة التي استغلها البعض ظلما وزورا وعدوانا. الشكل، الطرحة، الجلباب، الأسلوب، الطرحة اللي بيلبسها الرجال، أنا أقصد الطرحة اللي بيلبسها الرجال مش النساء، فالأسلوب، الطريقة، فنعتقد، فلذلك نعتقد ان ده الكمال الديني، فاعتقدنا ان كل ملتحي رجل تقي، مع ان معظمهم اتقياء، لكن في بعضهم اذا سامحوا لي بعضهم مش اتقياء ولا لهم علاقة اصلا بالدين، واعتقدنا ان كل منقبة لابد ان تكون ذات ايمان وذات تقى وذات وقد تكون هناك بعض المنقبات، هقول يعني إذا سمحوا لي البعض، القلة القليلة جدا، ما هماش كده، فبتكون النتيجة لما بيظهر القلة القليلة دي بيسيئوا للدين أو بتصرفات مشينة أخلاقيا أو خلافه، بتنعكس للأسف على الدين وعلى ثقة الناس في الدين، وبندفع الفاتورة كلنا. العمامة الأزهرية شرف لمن يرتديها، إنما قد تصدر من بعض من يرتدون هذه العمامة تصرفات لا تليق بشرف هذه العمامة، بتكون النتيجة إن كل أصحاب العمامة يعني بيصيبهم الحرج الشديد. فعاوزين نفهم الناس إن إحنا ليس لدينا ملابس اسمها ملابس الدين، مفيش عندنا حاجة اسمها ملابس التقوى، ما عندنا، كل واحد فينا هيسأل بين يدي الله عز وجل عن الحدود الشرعية اللي ربنا أمره بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ديانة أو كل مجموعة دينية عندها اللبس اللي بيميزها، يعني اليهود عندهم الحخامات، يعني عندهم اللبس اللي بيميزهم، قساوسة نفس الشيء، حتى الكهنة البوذيين، الشيوخ المسلمين، هكذا جرت العادة انه لكل مجموعة، رغم انه في تشابه مثلا في الزي اليهودي، المتدينين اليهود بنساء المسلمين بيلبسوا نفس طريقة الحجاب ونفس طريقة هقول لك على مفاجأة، عشان عندهم رجال دين. امال احنا عندنا ايه؟ علماء دين. ايه الفرق؟ الفرق هو فرق الحديث بالنيابه عن الدين، احنا ما عندناش حد من حقه او من سلطته يتكلم بالنيابه عن الدين بعد سيدنا النبي. امال كل الناس اللي بتكتب في حياتنا وفي اكلنا وفي شربنا وفي كلامنا، هي دي القضيه بتاعت مصر وبتاعت العالم الاسلامي. اي حد بعد النبي، ابتداء من ابي بكر الصديق، ابتداء من ام المؤمنين عائشه، كل انسان يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأديان الأخرى لهم كل الاحترام والتقدير، عندهم ما يسمى بعلماء الدين. علماء الدين بيتكلم باسم الدين، احنا ما عندناش حد من حقه. أنا دي نقطة خطيرة. لا، حضرتك بتتكلم على المفروض، لكن مش ده اللي حاصل. طبعا أنا طول عمري، ما هي دي الفجوة ما بين المفروض والواقع. المفروض إن احنا ما عندناش حد اسمه كلمة رجل دين. أول ما تسمع رجل دين يبقى اعرف على طول، تحسس رقبتك، لأن كلمة رجل دين ده واحد هيحكمك بالدين، واحد هيقول إن ده رأي الإسلام، رأي القرآن، ده رأي ده، وأنت إيش عرفك؟ ده كل كلام أي إنسان يؤخذ منه يراد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمش من حق حد إن يقول أو ينفرد بكلمة رأي الدين. يعني أنا عاوز أسألك سؤال، كان في فقهاء أربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام شافعي والإمام أحمد بن حنبل، مش كانوا دول فقهاء طيبين وأهل الله وناس بتوع علم وفقه؟ تمام. اختلفوا مع بعض ولا لا؟ اختلفوا طبعا. طب اذا في اراء يعني 100% مختلفه عن الاراء الثانيه في مسائل، اذا اعتقدنا ان الاربعه رجال دين،
يبقى انهي دين في الاربعه؟ يبقى اربعه اديان. يبقى اربعه اديان، وبالتالي الصح ان احنا نقول ان دول الفقهاء الاربعه علماء الدين، ما هماش رجال الدين. لو قلنا ان رجال الدين يبقى الدين انقسم الى اربع مذاهب. مين اللي تسبب من تحويل مهمه دارس الدين الى عالم دين، من انه يكون عالم دين الى رجل دين بيتحكم في عباد ربنا ويفتي ويحرم ذلك ويحلل ذلك؟ هو الحقيقه الحديث باسم الله، اول جريمه حدثت في الكون لما ابليس راح لادم وبيقول له ايه؟ ما نهاكما ربكما، اهو حديث باسم الله، عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ده حديث باسم الدين، بيتكلم باسم ربنا. طب ما هو الانبياء تحدثوا باسم ربنا، لانه عندهم تفويض بدوت بالوحي. طيب ما هو عشان كان ابليس بيدعي نفس الشيء. هو يدعي كويس قوي كلمه يدعي، انما حقيقه الامر الوحيدين اللي ربنا اوحى لهم مجموعه كده طيبين اسمهم الانبياء. والانبياء بقى ما يقدروش ان هم يالفوا من عند نفسيهم، ده كانت امور بتعرض للنبي عليه الصلاه والسلام، كان يتوقف النبي يتوقف حتى ياتيه الوحي من السماء، حتى ياتيه الوحي. انما لو ما جالوش وحي النبي لا يرى فيها الا ما، لما جات له خوله بنت ثعلبه وبتقول له مشكله الزهار، النبي عليه الصلاه والسلام ما عندوش حل. ايه مشكله الزهار؟ راجل جوزها اوس بيقول لها انت عليا كظهر امي، لفظ كده يعني انت عليا بقيت زي ابويا زي امي واختي كده، خلاص بقيت محرمه فوريفر على طول الى ابد الابدين. فطبعا الست كده راحت في الوابة، خلاص ده عندها اولاد، ده بتقول له ان لي منه ابناء ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا، انا هروح في داهيه اعمل ايه؟ قال لها لا ارى الا انك قد بنت عنه، يعني بقيتي محرمه عليه اجنبيه عنه. فالست اشتكت الى الله عز وجل وهي واقفه، فنزل الوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركما ان الله سميع بصير الى اخر الايات في سوره المجادله، وجاب الحل. الشاهد بقى او اللي احنا عاوزين نلفت النظر ليه، ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش اي حكم كده وهو واقف؟ ما حلهاش المشكله من عندياته، لانه لا يستطيع الكلام من عنده، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فيجي له الوحي. طب افرض النبي اجتهد في مساله، حاجه من الاثنين، يا الوحي يسيبه يمشي الموضوع، يا اما ينزل الوحي معدلا ومصوبا ومصححا. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ يقول له عفى الله عنك، لما اذنت لهم؟ يعني اذا الاجتهاد النبوي الكريم ياتي الوحي مصوبا، لكن انا لو اجتهدت هينزل عليا جبريل؟ طب وبالتالي ممكن ابقى غلطان. وشيوخ كتير. فما تقوليش بقى ان رايي ده راي الدين. قولي راي النبي راي الدين، لان النبي لو حدث اجتهاده كان غير صائب هينزل الوحي يظبط الدفه. انما بعد النبي مش هينزل له جبريل يظبط الدفه، مش هينزل له جبريل يصحح له الفتوى. وبالتالي لازم ننتبه ان اي حد بعد النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قال سيدنا الامام مالك، قال كل انسان يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذه الروضه صلى الله عليه وسلم. من راي حضرتك لماذا نزلت الاديان الثلاثه؟ يعني ممكن احنا اتفقنا ان احنا هنعمل الحلقه فيها بعض الاسئله اللي ربما تبدو بديهيه ولكن وراها معاني كبيره. نزل، احنا هنا بنتكلم على الاديان السماويه، اليهوديه ثم المسيحيه ثم الاسلام. المفروض انه هذه الاديان نزلت لتقريب البشر، لمكارم الاخلاق، لتحسين حياه البني ادمين. هل نجحت الاديان في هذا ام حصل هذا التضارب، هذه الحروب اللي قامت ما بين مسلمين ويهود ومسيحيين ومسلمين وما الى اخره حتى قيام الساعة؟ هو ده يتوقف على تعريف كلمة دين نفسه. هو كلمة دين بتسأليني بوصفي مسلم، مش كده؟ فأنا شايف إن الدين اللي عندي ده هو الحق، وهو شايف إن الدين اللي عنده هو الحق. بتكلمي مسيحي بالظبط كده هيقول لك أنا شايف إن المسيحية هي الحق، ولو أنت قاعدة قدام يهودي هيقول لك أنا شايف إن اليهودية هي الحق. فأنا لما هتكلم أرجو المعذرة إن هتكلم بوجهة نظري الإسلامية. وجهة نظر الإسلامية إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. أنا شايف إن الإسلام بتاعي هو الحق. طيب إيه الإسلام اللي أنت شايفه بقى؟ هو الاستسلام لله. هو الاستسلام لله. طيب لما أنا بعرض بضاعتي، لو أنا جيت قلت لك أنا أبويا أعظم رجل في الدنيا، أنا حر.
انت نفسك شايفه ان ابوكي اعظم رجل في الدنيا وكل متشاهد شايف كده لوالده، صح ولا لا؟ نعم. فدي رؤيه خاصه تخصني. فكلمه الاسلام في نظري معناها الاستسلام لله، وبالتالي كل الانبياء كانوا مسلمين، كل اكرر كل الانبياء كانوا مسلمين، ودي نصوص قرانيه. سيدنا ابراهيم ربنا بيقول هو سماكم المسلمين، هم كلهم اسلموا الى الله بمعنى الاستسلام الى ربنا كده. لكن في منهج مختلف، زي في بالظبط في منهج، كل ديانه ليها عليك. منهج مختلف، ليها طرق عباده مختلفه، ليها طرق تقارب الى الله سبحانه وتعالى بشكل مختلف. امتى بقى بتنشا المشكله؟ لما نرفض الاخر. بالظبط، مش بس ارفضه، ده انا يعني حضرتك اديت مثال على الوالد انه كل واحد شايف ابوه احسن حد في الدنيا، بس ده مش معناه ان انت تتهم ابو الفلان الثاني ان هو هيتحرق في نار جهنم. برافو عليك، برافو عليك. انا يعني لو اتكلمت عن اللي يدخلوا الجنه هقول يدخلوا الجنه من منظوري انا، انما مش من حق ادخل الباقي جهنم، انا مش من حقي ده. يعني لابد ان احنا نفهم دي بشكل جيد، ان احنا مش من حقنا ان احنا نقول ان احنا شعب الله المختار كما وقع فيها الامم السابقه. احنا لازم نقول احنا كلنا عباد لله سبحانه وتعالى، وربنا قال ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، اللي هيفصل بين الخلائق هو رب العالمين. فانشغل بنفسك، ما تجيش تقول لي غير المسلم هيدخل الجنه ولا النار، انا ماليش دعوه، انا عندي دلائلي على ايماني انا. عاوز تسال غير مسلم روح اساله. هل في القران، أنا بتكلم على القرآن لأن حضرتك قلت لي هتكلم بصفتي يعني مسلم شيخ مسلم، هل القرآن فيه أي نص من النصوص وضع أو أشار إلى الجنة كحكر فقط على المسلمين دون سواهم؟ أنا قلت لك إن الجنة دي عشان نقدر نقربها للناس ويقدروا يفهموها، كل دين عنده شروط لدخول الجنة. شروط دخول الجنة بالنسبة للمسلمين أولها التوحيد، أنك تقول لا إله إلا الله، أولها. الباقي بعد كده تفاصيل. احنا شروطنا يعني لو سالتيني مساء الخير مساء النور انت شيخ مسلم، قلت لك قلت لي شروط الجنه بتاعتكم ايه؟ قلت لك انك تقول لا اله الا الله. بس كل الاديان على فكره يعني كل الاديان بدون بس ما ندخل في تفاصيل، بس كل الاديان حتى اللي كانوا بيعبدوا تمثال العجوه هو كان بيشوف انه الهه هو شخص واحد، يبقى بقى في شكل عجوه، يبقى في شكل شجره، يبقى في شكل نار، يبقى في شكل اله في السماء، يبقى في شكل نبي زي بوذا مثلا بسفير الخير عن الانسانيه. يعني في النهايه هو فكره الاله هو شيء، هو شخص او شيء او حاجه ساميه كبيره بس واحده. هو ده اختصار حديث، انما تفاصيل الحديث مش كده. تفاصيل الحديث ان لا اله الا الله بتاعتنا مش بتاعه بغبغان. لا اله الا الله بتاعتنا لو كانت مجرد كلمه تتقال كان شريط الكاسيت يخش الجنه، اللي هو السيديهات تخش الجنه. ما السيديهات بتقول لا اله الا الله. هي لا اله الا الله عندنا ليها سبع شروط، السبع شروط دولت لازم يطبقوا بشكل عملي، وهو العلم، 2 اليقين، 3 القبول، 4 الانقياد، 5 التسليم، كل ما 6 كل من هو 7 المحبه. كل من هو مؤمن بالاهداف السبعه دي يبقى عدى. ايا كان مؤمن، ايا كان مؤمن بالهه، ما هو الهه ده زي ما قلت لحضرتك هو نفس الاله اللي هو يعني اله القوه سبحان يعني ربنا سبحانه وتعالى. ايا كان بقى ابو لهب ماله، ربنا قال عنه تبت يد ابي لهب وتب، مش كده؟ الراجل ده كده كما نصت السوره ونصت الايه، في النار ولا في الجنه؟ مفاجاه، هو في النار، الايه بتقول كده، انا مش هكذب القران. فرعون اللي كان بيطارد موسى ربنا قال عنه انه في النار. بس دي يعني ايات قرانيه نزلت لاشخاص في التاريخ بعينهم، ولا حضرتك تقصد ايه؟ انه ده بينطبق على اشخاص تاريخ بعينهم. خلاص سمعت عن ابو لهب انه في النار، خلاص ده القران اللي قال لنا. هل تعلمي ان ابو لهب كان مؤمن بوجود الله؟ هل تتخيلي ان ابليس، سيبك من ابو لهب، ابليس نفسه، طب ما هو ده بينقض اللي حضرتك قلته. طب اذا هو كان مؤمن بوجود ربنا ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ شفتي بقى؟ لا ما هو اللي مؤمن، ما هي كلمه ايمان في حد ذاتها لازم يبقى فيها السبعه دولت، يبقى اسمه كان مصدق ان في ربنا، كان بيدعي ان في ربنا، لكن مش يبقى مؤمن ان في ربنا، صح؟ انا حكيت لحضرتك ان اختصار الموضوع الايمان دي كلمه مطلقه ليها تفاصيل. لو عاوزه ايمان مطلق ابو لهب كان عارف ان في ربنا. ربنا بيقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. هي هم كانوا على ملة سيدنا ابراهيم ولا على ملة مين؟ هم مين يا فندم؟ المثال ابو لهب مثلا.
ابو لهب كان مؤمن بوجود الله، انما ما كنتش عارف على مله ايه. لكن اللي يهمني اكتر من ابو لهب ابليس نفسه. ابليس دوت لو انت شفت في القران الكريم هتستغربي جدا من الشخصيه دي. ابليس ما بيحلفش الا بالله، فبعزتك لاغوينه اجمعين. ابليس خايف من ربنا، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ابليس بيعترف ان ربنا خالق، قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا الكلام يدل على ان ابليس بيخاف من ربنا زي ما قال في القران حكى عنه حكايه على لسانه، وابليس معترف بوجود الله. يبقى نظريا حسب التجريد المطلق ده نظريا هو كان مؤمن بوجود الله. امال فين الكفر بقى؟ الكفر ثلاث انواع يا استاذه ايمان. الكفر عشان نعرف نلم الليله بتاعته هو ثلاث انواع او ثلاث اشكال. انا ما بقولش اشخاص معينه، اوكي؟ الكفر ثلاث حالات، ويا اما الحاد يا اما شرك يا اما عناد واستكبار. ما فيش حاجه رابعه. الكفر ثلاث انواع، يا واحد بيقول ما فيش اله خالص خالص اللي هم بيقولوا عليهم الملحدين، تمام؟ يا اما واحد بيقول في اله بس معاه اخ اب. هو الكفر كلمه كفر دي يعني يتبني عليها ايه؟ لانه احنا مثلا في ايات في القران بتقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يتبني عليها حاجتين يعني، حتى القران اعطى للناس حريه الاعتقاد او الايمان من عدم. يتبني عليها حاجتين. انت سالتيني سؤال في منتهى الذكاء. لو انا شاورت، لو انا عرفت ان في واحد، سمعت عن واحد، لو انا في عصر ابو لهب، يتبني عليها ايه؟ حاجتين اتنين، حاجه اخرويه وحاجه دنيويه. الحاجه الاخرويه دي مش تبعي خالص ولا لي علاقه بيها، بس انا ماليش علاقه بيها خالص، اللي بيحاسب العباد ربنا. انما الحاجه الدنيويه له ما لي وعليه ما علي. ربنا قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لو ابويا وامي كفار وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما، انما ايه وصاحبهما في الدنيا معروفه، الادب الاحترام حسن الجوار. ده الاب والام ولا ينطبق على كل على اي حد؟ ده بيقول وان احد من المشركين، اي انسان. طب لما الايه واضحه وصريحه لماذا يقتل الملايين من البشر تحت رايه الله اكبر؟ استغلال الناس للدين، استغلال تجاري مع وسياسي معروف في الحياه. من تاريخ البشريه كده في كل الاديان، خد بالمناسبه في كل التاريخ البشري ابتداء من ابليس وانت نازله، بيستغلوا الدين لتصفيه الحسابات، بيستغلوا الدين للاقصاء، بيستغلوا الدين لسفك الدماء. يعني تطويع الدين لخدمه اهداف سياسيه واستخدام ودنيويه واستخدام الدين كاسلوب من اساليب اصطياد الزباين، واستخدام الدين وسيله ارهاب، واستخدام الدين لتفكيك الاوطان وتحطيم الانسان وتفكيك المجتمعات والافساد في الارض. شفنا الكلام ده؟ هل هناك استخدام للدين؟ طبعا. ده هو ربنا بعت النبي محمد لمنع استخدام الدين في هذه الامور. حد تاني ممكن يسأل، يعني أرسل الله يعني سيدنا موسى بكتاب وهو التوراة، ثم نعم. سيدنا عيسى بالإنجيل، وده شيء احنا كحتى مسلمين مؤمنين بـ 100%. نعم. ثم نزل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، صحيح، الشرائع السابقة، والإسلام بالديانة الإسلامية، وكتاب سماوي هو القرآن الكريم. ليه يعني إذا كان في دين ليه ما نزلش مرة واحدة برسول واحد وانتهت القصة بدل هذه التفرقة؟ احنا اتفقنا لو تقصدي بالدين الإيمان بالله. لا، مش الإيمان بالله، تمام. التعليم. التعليم دي لابد أن تتناسب مع التدرج العقلي البشري. التدرج العقلي البشري زي ما يكون عندك ولد، الولد ده عنده 7 سنين، أوامرك وتعليماتك ليه مختلفة لحد ما بقى عنده 15 سنة. 15 سنة التعليمات اختلفت. لما بقى شاب عنده 20 سنة تعليماتك وأوامرك اختلفت بما تقول له لا ما بقتش صغير، اسمع 1 2 3 4، والمحاذير اللي كانت قبل كده اتفتحت، والتعليمات اللي كانت قبل كده اتغيرت. فإذا كنا بنعمل كده مع أولادنا ياريت نفهم طبيعة العلاقة بالحضارة البشرية. سؤال بس، الأديان الثلاثة في بينهم تشابه، يعني كل الأديان فيما يخص الـ الأشياء الخاصة بالإنسانية، بالتعامل الأدمي، بالاحترام، بالصدق، يعني كل الأديان تكره أو ترفض الكذب. أنت بتتكلمي عن الأخلاق يا أستاذة إيمان؟ عن الجزء اللي فيه مش الأخلاق،
الرسائل، الرساله اللي جوه الدين. تعالى فصصهم لك كده بشكل سريع. الدين عباره عن حاجتين، عقائد واعمال اللي هو بيعملها بالجسم. عقائد واعمال. العقائد لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا ترى بالعين مجرده، دي امور ميتافيزيكس غيبيه بتتامل بيها كده. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والحشر والصراط والميزان والحوض والشفاعه، الحاجات الغيبيه دي بنؤمن بيها زي ما هي. الجزء الثاني بقى الاعمال. الاعمال دي بقى بتنقسم لقسمين اثنين، الى عبادات زي صلاه وصوم وزكاه وحج، ومعاملات التجاره والبيع والشراء والى اخر هذا الكلام. فالعبادات مختلفه، هي دي المختلفه. انما اللي هي العبادات واحد. العبادات اللي هي طريقه صلاه المسلمين او أيوة. المسيحيين او دي اليهود دي مختلفه. الحلال والحرام فيها بقى هو اللي مختلف. كل ده وما تاكلش ده، ده كان حلال بقى حرام يا فلان عبد الحميد، نعم ده بقى حرام ده بقى حلال، بس ديت المختلف. المختلف طب الاختلاف ده ليه؟ الاختلاف ده بما يتناسب مع العقل والادراك. طيب او التدريب على الامتثال. ما هو ممكن حد يقول لحضرتك طيب ما هو بعد 1000 او 2000 سنه، طيب ما هو الانسان برضه هيتطور اكتر، هل ده معناه لو بالنظريه دي انه بعد 1000 سنه او 2000 سنه هنكون محتاجين دين جديد يتناسب مع تطور الانسان؟ لا شك ان الفتاوى بتتغير باختلاف الزمان والمكان. انا مش بكلم الفتاوى، انا بتكلم على الكتب السماويه. حضرتك بتقولي الكتب السماويه تغيرت علشان تغير او تطور البشر، فكل شويه محتاجين يعني دين يتناسب مع تطورهم لغايه ما نزل الاسلام. لكن لو بنفس المبدا ده هل هيكونوا محتاجين دين بعد 1000 سنه 2000 سنه؟ هرجع لنظريه الابن. طول ما هو لسه بيسوق ومش مطمن لسواقته انا قاعد جنبي منه، اول ما بثق في سواقته بديله مفتاح العربيه اقول له روح النادي هات لي كذا، روح الامبابه اشتري لي كذا، خلاص بقيت مطمن انه بيقدر يسوق لوحده. ربنا اول سبحانه وتعالى ما راى ان البشر يقدروا يسوقوا مخهم لوحديهم توقفت النبوه بالنبي محمد. بعد كده مش محتاجين نبي تاني. بقى النبي الجديد معنويا، اقصد معنويا، هو العقل. العقل ده بقى هو مناط التغير في التشريع، مناط التحول في السلوك الديني اللي نقدر نطبق بيه التعليمات، بيبقى بما يتلائم مع الزمان والمكان والشخص والظرف والعقل والعلم اللي تطورنا ليه. طب ما هو اذا كان بعض الناس بيقول لحضرتك انه هذا التطور العقل، لو اعتمدنا على فكره العقل، ما هو هذا العقل في كثير من الاحيان يصطدم مع نصوص ثابته. يعني هرجع لنفس هرجع لنفس المبدا اللي حضرتك قلته، فكره انه بيتطور الانسان، ففي حاجات ربما تفرض عليه وحاجات تانية ربما تسمح ليه ما كانش بيقدر يعملها. مع التطور الكبير واحنا بنتكلم على الاف السنين دلوقتي، بقى في اشياء اخرى الانسان كان ممكن يعملها ما بقاش يقدر يعملها، لانه بقى في حاجات جديده بتسهل عليه القصه كلها، في حاجات زمان كان لازم يعملها عشان مش موجوده دلوقتي مش مطلوب منه ان هو يعملها. فالعقل بيقول كده زي ما حضرتك بتقول، لكن النص يصطدم مع ده. علماءنا انتبهوا لدي لدرجة ان الامام ابن تيمية رحمة الله عليه، الامام المجدد، الامام ابن تيمية عمل حاجة اسمها درء التعارض بين النقل والعقل. احنا عندنا كل حاجة عندنا في الدين المفروض مقبول في غير الغيب. الغيب ده مش تبعنا، ده موضوع خاص بامور نصية، يقبل التعامل العقلي. علشان كده عشان اقول لحضرتك بس على حاجة، اللي هو سؤال بيطرح نفسه، مين اللي جاي خدمة التاني؟ الأديان جاية لخدمة الإنسان ولا الإنسان جاي لخدمة الأديان؟ حلو السؤال. سؤال مفروض الدين هو اللي بيخدم الإنسان. علشان كده كل شيء يتعارض أو يعارضه الدين وهو في مصلحة الإنسان فهو مرفوض ولابد أن يؤول في الدين. أي دين يعطل الحضارة يبقى فيه حاجة غلط. أي دين حتى لو في نص بده؟ النص يقبل التأويل ولا لا يقبل؟ النص حمال وجوه، فهمه بمفهوم مين النص؟ النص طالما له رؤى مختلفة زي المراية المعكوسة كل واحد يشوفها من زاوية، يبقى معنى ذلك ان من حقنا ان احنا سيدنا علي بيقول لا تجادلوا بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه. طالما في تأويل يبقى المسألة الحمد لله. بس مثلا خليني أقول لحضرتك مثال في فكرة بعض الآيات اللي لا تقبل التأويل لأن ما فيهاش وجهتين نظر، زي آيات الخاصة بالميراث أو بشهادة المرأة. فالبعض بيقول لحضرتك طيب دلوقتي في هذا الزمن بقى عندك مرأة سيدة قاضية، بقى عندك سيدة طبيبة، بقى عندك سيدة مثقفة ومتعلمة أحسن من 100 راجل، فهل في هذا الزمن يعتبر شهادتها شهادة الشهادة فيما يخص شهادة المرأة؟ لا حضرتك، شهادة في نص صريح ولا لا؟ شهادة المرأة دي فيما يخص الشهادة الشفوية،
فيما يخص الشهاده مشافهه. ما هتفرق ايه؟ هتفرق ان انتقلنا لعصر التوثيق، وبقت امراه النهارده لو راحت الشهر العقاري وبشهادتها ان الفلوس دي بتاعت فلان، والدوله ستقبل شهاده هذه المراه، ولكن في المحاكم بالطرق التقليديه. طالما طب الميراث، الميراث هل هو حق ولا واجب؟ يعني بس عشان نفهم الناس المساله ببساطه، كل الناس عارفه ان الميراث له احكام في القران والسنه، صح؟ صح. انما ما بيطبقوهاش بمزاجهم، ومحدش قال لهم انتوا غلط. ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني اربع صبيان واخته وليهم اخت، الام ماتت. احنا في جمهوريه مصر العربيه عندنا طريقه كده لطيفه خالص، بنقول الذهب بتاع الام بتاخده البنت. مع ان الذهب ده ميراث. دي عادات، يعني عادات وتقاليد لو نفذت. يعني ازاي عطلت تقسيم ميراث؟ هو ده سؤال. لان الشعب المصري واعي، فهم ان الميراث حق ما هواش واجب. انا بس انا هنا بتكلم على الايه، مش بتكلم على التطبيق الاصلي. اصلي في بعض الاحيان بتبقى العادات حتى اقوى من النصوص الدينيه. يعني عندنا احنا مثلا ما فيش حاجه مثلا بتقول ان لازم يبقى في ختان، لكن الناس بتعمل ختان استنادا على انه ما اعتادوا عليه. حتى لو انت لو حضرتك رجل دين وقلت له حرام هيروح يعمل كده. استاذه ايمان انا بس ايه، انت بتقفزي من حكم الحكم، وده موضوع خطير اصلا. عشان تتشرح الميراث الاول هم في كلمتين. انا مش هطول فيه. انا عاوز اقول افرضي راجل خلف ولدين، ولد مليونير، ولد غلبان شغال في مصنع او في شركه، فالراجل مات، فجه المليونير قال له لا مش عايزين نقسم بقى ايه التركه، خدها كلها، يجوز ولا لا يجوز؟ مع ان الاسلام بيقول الميراث ان ده ياخد قد ده، اتنين صبيان. طب هما واحد رفض. شيخ خالد، دي اعتماد على شخصيات. ممكن ده يبقى ابن حلال شايف ان اخوه فقير فساب الفلوس. لكن انا بقول بالظبط، انا عايز ارجع للقاعده والنص الصريح. الميراث حق ولا واجب؟ لو كان واجب يبقى الاخ اللي تنازل عن الميراث وهيدخل النار، ولو كان الميراث حق يبقى اللي عملوه صح. تختاري انهي في الاثنين؟ يلا انا معاك. انا حاول سكت. الميراث هنا حق ما هوش واجب. لو كان واجب امال ايه؟ في مقامين اتنين في الاسلام تحب تعرفيهم، مقام العدل ومقام الفضل. مقام العدل دوت اول ما يختلفوا يروح داخل علم المواريث، لا استنى خد انت دي وخد انت دي. انما لو في فضل والاتنين ماشيين حب، انا مالي، ربنا يبارك فيكم، ربنا دي نطفه طاهره. طب ولو حد حلال. لو نطفه غير طاهره بيدخل العدل بقى المواريث الاسلاميه. فرض الله سبحانه اللي ربنا فرضه، ربنا بس يا عيال انتوا باين عليكم شغب، محدش يقسم، انا اللي هقسم، ربنا بقى بيعمل كده. انما لو احنا قسمنا بالحب والتراضي والرضا والتسليم، حد يقدر يقول حاجه؟ افرض كل الاولاد قالوا مش هنورث. هو دايما احنا مش بنتكلم على الحالات اللي فيها رضا وتراضي، احنا بنتكلم على الحالات اللي ما بيكونش فيها كده. العدل الالهي بقى، فرض ربنا. الدين بتاعنا دين محكم قوي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمد لله نعمه الاسلام في شريعته. بيجي الشريعة تروح مخلصة المسألة بما يراه الله. ربنا بيقول في كتابه الكريم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله ديت يبقى متروك الاجتهاد الشخصي. طيب. هنكمل على فكرة الآيات، وده يمكن الموضوع اللي توقفنا عنده في آخر الحلقة، وقلنا هنكمل الأسبوع ده إن شاء الله فكرة بعض الآيات اللي تم تعطيلها أو هكذا. حضرتك قلت إن ده محتاج يعني نشرحه شوية. طبعا ده عاوز بسط. فهنطلع بس الفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نشوف كمان الفتاوى الشاذة اللي خرجت في الفترات السابقة وأدت إلى إنه ملايين اعتقدوا فيها، وكمان هنتكلم على بعض الآيات اللي تم تعطيلها بعد الفاصل. آخر مرة كنا التقينا هنا في مساء دي أمسي بالشيخ خالد الجندي، طبعا من علماء الأزهر الشريف، واللي بيكون ضيفنا كل فترة في البرنامج. اتكلمنا يا شيخ خالد بشكل سريع لأنه كان في ختام الحلقة على الآيات القرآنية المعطلة. يمكن ناس كتير قوي بعتت بعد كده تسأل يعني إيه، عايزين يعرفوا أكتر، لأن ده ممكن يعمل يعني شوية لبسة عند الناس. فخلينا بس نقول سريعا الأول إيه الحكاية وبعدين ندخل في الآيات. هو الحقيقة أنا بس عاوز أصحح المصطلح
مش هنقول الايه معطله، بنقول الحكم. الله يفتح عليك، عشان بس بعض الناس يقول لك ايه هيعطلوا القران، هيعطلوا القران. لا طبعا ما حدش يقدر يعطل القران لا ابدا. القران هو كلام الله المنزل على رسوله المتحدى باقصر سوره منه، وهو على دماغنا ومحفوظ بلفظه وحرفه هو. انما هو احنا الحكم بقى، هل الحكم لازم يكون شغال الى يوم القيامه، ولا ممكن في احكام قد تعطل للظروف الزمنيه والانيه والمكانيه والعرفيه والظرفيه؟ بيحصل كتير. يعني ضربنا مثال باوضح حاجه تقريبا كلنا بنقراها في القران، وما ملكت ايمانكم وما ملكت ايمانهم وما ملكت يمينه. كلمه ملك اليمين اللي هي الرق هو موجوده في القران، لا نقدر نشيلها ولا نغيرها ولا نحرفها ولا نبدلها ولا، انما الحكم بتاعها عطل بفعل ايه؟ عطل بفعل التطور البشري او الإرادة المجتمعية اللي قررت إنهاء الرق. مين اللي في إيديه يعطل أي حكم من أحكام القرآن الكريم؟ بنقول أنا عطل حكم، مش كده؟ مين اللي يقدر يقول إن الحكم ده هيعطل؟ المجتمع نفسه. إزاي المجتمع؟ افرض المجتمع بكرة اتفق على تعطيل أي حكم من الأحكام الأساسية اللي هي في جوهر الدين، مين الحكم في القصة؟ في حالة إن قيام المجتمع قام بتعطيل هذا الحكم أو من أساسيات الدين ومن ثوابت الدين، تعين عدم الاستجابة لأي مخلوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني لو افترضنا أن المجتمع من المجتمعات، مجتمع من المجتمعات قرروا أنه يلغوا الصلاة، ما فيش حاجة اسمها صلاة، هل أنا كده في الحالة دي أعمل إيه؟ دي أساسية من أساسيات الدين، ما هيش حكم شرعي، ده أمر تعبدي، أمر تكليفي. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي حاجتين اتنين، يا إما شرعي كوني يا إما شرعي قدري. الشرعي الكوني الحاجة اللي موجودة في الكون وفي المجتمعات زي الرق وخلافه، إذا عطلت ما فيش فيها مشكلة ولا تنتقص من الإسلام في شيء، لأن القرآن بيحكم عليها في حالة وجودها. فلو ما توجدتش يبقى ما فيش حكم. المؤلفة قلوبهم، القرآن بيحكم عليها في حالة وجود مؤلفة قلوبهم، ما فيش مؤلفة قلوبهم زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال لا خلاص مش هندي حد من المؤلفة قلوبهم، واتلغت خلاص أنا ما بديش حد، وبقي الإلغاء بتاع سيدنا عمر إلى يومنا هذا. الموضوع قطع يد السارق، قطع يد السارق حكم ثابت في القرآن الكريم، إنما سيدنا عمر وجد إنه لو عمل كده هيقطع إيد كل المجتمع عشان عامل مجاعة، لأن وقتها كان في مجاعة. بس ده سيدنا عمر واحد من الخلفاء المسلمين اللي عطل هذا الحكم. انا بكلم مين دلوقتي هو يقدر يعطل الحكم؟ عمل كده بوصفه ولي امر ولا بوصفه نبي؟ ولي امر. يبقى ولي الامر الى يوم القيامه يرى ما فيه مصلحه المجتمع اذا انعقدت اراده المجتمع على ولي ذلك. ولي الامر هنا بمعنى ايه؟ ولي امر المسلمين ولا ولي امر جغرافيا ولا بالظبط كده؟ احكي لك. كان زمان الخليفه اللي هو بينوب عن المسلمين، وبعد كده بقى السلطان، وبعد كده بقى الامبراطور، وبعد كده بقى الملك، وبعد كده بقى الرئيس، وبعد كده بقى القانون. يعني شرعا الرئيس هو شرعا كان ايام ما كانت الدول غير منعقده الاهليه للاتفاق في منظمه او مجموعه عصبه الامم، انما دلوقتي بقى القانون هو الذي يسمح بتطبيقه في اي جزيره في العالم، مش اي دوله. طيب ما هو اذا كان هذا القانون يعني فرضا ظهر اي قانون بيتعارض مع طبيعتنا، مش هقول لحضرتك مع احكام من الاحكام الخاصه بالصلاه والصوم والاركان الاسلام الخمسه، بس يتعارض مع طبيعتنا كمسلمين، ولكن اتفق العالم كله عليه زي بعض حقوق المثليين وحقوق مش عارفه ايه والحاجات الكتيره اللي بتظهر كل يوم والعالم بيساندها، لكنها دي بعيده كل البعد عن اخلاق الاسلام وتعاليم الاسلام. طيب اقول لك بقى في فرق بين حاجتين، التطبيق والانكار. التطبيق والانكار، الانكار غير مسموح ليك. يعني لو انا سافرت سويسرا ولقيتهم بيشربوا الخمره في الشارع، هل من حق ان انا اقول اقصر لا يجوز وحرام؟ لا يجوز الانكار، انما التطبيق يجوز ان انا امتنع عن التطبيق. انا غير ملزم ان انا اشرب خمر وما اشربش خمر، وخليني في حالي وتوكل على الله شوف طريقك. لا الانكار والتطبيق انا فهمت دي، بس انا بقصد حاجه تانية. يعني مثلا حضرتك قلت لي ان بعض الاحكام يمكن تم تعطيلها، احكام بعض النصوص تم تعطيلها بسبب الاحكام طبعا مش النصوص ابدا، الاحكام بسبب انه يعني السبب انتفى بالظبط، لانه ما بقاش فيه او انه العالم كله بقى
يعني تطورت الحضارة البشرية. لكن احنا مثلا في بعض النصوص اللي بتتكلم على الجزية ولسه في مسيحيين مثلا مثلا، فهنا السبب موجود او الـ 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 نفس الشيء اللي عطل اولا الجزية دي ما كانتش قانون اسلامي بالمناسبة، يعني دي كان ظرف عسكري، ظرف حربي، ظرف اجتماعي سياسي. يعني اوعى تفتكر ان الاسلام بيجري علشان ياخد الجزية، ايه الحياه ده في واحد مش مسلم هناك هات فلوسه، لا الكلام ده كده مش كده خالص. المسألة في الأحوال القتالية والأحوال الحربية بيجي الإسلام بياخد الـ 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 الجزية من الفئة المغلوبة عسكريا، ده كلام له ظرف حربي، عشان كده قال حتى يعطوا الجزية لو انت لاحظت في الآية صغير. عن يد وهم صاغرون. يبقى المسألة بس مش كانت الجزية بتؤخذ حتى من عامة الشعب؟ يعني بعد فتح مثلا مصر، بعد ما دخل الإسلام مصر، كان بيتم أخذ الجزية من الجميع، من كل سكان مصر مش بس العسكريين. الجزية دي اللي اتطبقت في مصر أيام الاحتلال الإنجليزي، يعني على فكرة بالمناسبة كان من إمتى؟ يعني من 100 سنة كانت موجودة في مصر. وكان اسمها إيه يا أستاذة؟ كان اسمها البدلية. البدلية إيه بقى البدلية؟ ده كان أمر مكروه. لا انا بقول لك الدوله الغالبه بتتحكم في الدوله المغلوبه. بس ده دين، يعني احنا بنتكلم هنا على نصوص دينيه مش على احكام بشريه. ما هو الحكم البشري محتل بيفرض جزيه، يعني المثال شويه يلخبط. انا اعتبر سؤالك الجزيه دي كانت ليه. وحان الاوان ان الناس وحضرتك تعرفوا الجزيه دي معموله ليه. الجزيه دي معموله مقابل الاعفاء من التجنيد، كده واضح؟ شفت السهولة بقى؟ شفت لو قلناها ببساطة، الجزية كانت مقابل الإعفاء من المشاركة في الحرب. ما ينفعش إن أنا أقف أحارب عشان ده ترامب قالها، قال لك مفيش حد هنحميه ببلاش، هتدفعوا هنحميكوا. فالجزية إذا كان ترامب فرض الجزية ده سموها ايه بقى؟ الاتيكيت والعالم المعاصر واللغه السياسيه. بس ده ترامب، لكن احنا بنتكلم على نصوص وضعها المولى عز وجل. انا بكلم النصوص اللي وضعها ربنا. يعني انا بتكلم على نص اسمه الجزيه، نص النص ده نص حضاري، ما هوش نص فقهي. بمعنى انه من لم ياخذ الجزيه مفيش حديث، ومن لم ياخذ الجزيه فهو من الكافرين. افرضي ولي الامر قال لك مش عاوزين منهم جزيه، هل هو يبقى عاصي؟ ما هو زي مساله الميراث كده بالظبط. يعني زي مساله الميراث، عدم الاخذ الاصل في الجزيه ان تؤخذ مقابل حمايتك، مقابل ان انا بموت عشان احميكي. فبشتري سلاح، هو انا هجيب السلاح منين؟ هزرعه؟ هزرع السيف؟ هزرع البذره تطلع سيف؟ هزرع البذره تطلع لي فرس؟ عاوزين خير. طيب ما هو بعض ممكن مستمع او حد دلوقتي يقول لحضرتك طب وهما مين اللي طلب حمايه؟ يعني انت بتفرض جزيه على بعض الناس اللي ما كانوش عايزين حمايه، لانه دي احنا بنتكلم على عصر الفتوحات الاسلاميه. حلو. دي ناس يعني حصل فتح اسلامي في هذه المدينه، هي ما كانوش طالبين حمايه. حاضر. بالعكس في ناس منهم كانت فترات طويله. حاضر. لو انا دلوقتي واحنا قاعدين وانا قاعد معاك قلت لك هما اللي طلبوا الحمايه هتقولي ايه؟ اختلفنا. انت بتقولي طالبين حمايه وانتوا مش طالبين، وانا بقول لك لا كانوا طالبين. دي ممكن نقول ان دي زوايا في القصص التاريخيه في الاجزاء التاريخيه كده. لانه ما حدش فينا كان موجود. يبقى مش من حق حد يقول يبقى مش من حق حد يدعي ان الغزوات دي او الفتوحات دي كانت احتلال اسلامي ليهم، مش من حق حد. لان هضطر اقول له طب وعرفت منين ان هم طلبوش الحمايه؟ طب انا بقى بقول لك انهم كانوا طالبين الحمايه. والدليل على كلامي ان الاسلام لما دخل على مصر ما امرش كل من في مصر بالاسلام كراهيه او اجبارا او قسرا او ضغطا. كان في جزيه. كان في جزيه مقابل ايه؟ مش مقابل حمايتهم من الدوله الرومانيه؟ طب هحاول بالدوله الرومانيه بملائكه هتنزل تحميهم ولا مسلمين اللي هيتقتلوا عشانهم؟ طب لو حد فيهم دخل في الجيش يبقى مش هيدفع جزيه لانه بقى فرد من افراد القوات المسلحه. بس خلينا ندي مثال على بعض الآيات اللي الأحكام عطلت، يعني ندي مثال بآية ونتكلم عليها. احنا اخترنا من الآيات الهامة. احنا اخترنا حضرتك كل آيات الحدود كمثال. كل آيات الحدود. آيات الحدود كمثال، هل آيات الحدود لابد أن تطبق كما نصت عليها الآيات؟ أم يترك الأمر في كيفية تطبيقها وفي ظروف تطبيقها لولي الأمر؟ هل ده معناه أنها إذا لم تطبق هذا العام بعد 10 سنين بعد 100 سنة بعد 1000 سنة قد يمكن تطبيقها بعد كده؟ إذا اختارها المجتمع. افرض البرلمان اجتمع، ما هو في دول لحد دلوقتي بالمناسبة
انت مثقفه، في دول لغايه دلوقتي بتطبق الجلد، وفي دول لغايه دلوقتي بتعدم المرتشي، ودول على فكره متقدمه ومحدش قدر يفتح بقه عشان دول قويه واعضاء في الناتو او اعضاء في مجلس الامن. للاسف الشديد المرتشي اللي في الصين بيتم اعدامه رميا بالرصاص. هو ده، دي قوانين وضعيه مش الهيه، في فرق. هو اي مجتمع يقدر، المجتمع الكوري مثلا اقدر اقول لحضرتك دلوقتي اللي هيتاوب هعدمه، ده وضعي، أنا بقى ببشارك، ده ارضي، لكن احنا بنتكلم هنا على قوانين الهيه. القوانين الالهيه ربنا اداها لمجموعه بشريه، قال لهم طبقوها بمعرفتكم. ازاي بقى؟ اسمعي وصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. انت شايف ده يتعمل؟ شايفه يتعطل دلوقتي، اعمل كده. وده اللي فهمه عمر بن الخطاب، خد اللي جايه دي مش النبي موحى اليه من الله؟ ربنا بيقول له فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فبيشاورهم في ايه؟ اذا كان جبريل بيطالع نازل، جبريل طالع نازل، ازاي يشاور ناس ما بينزلش عليهم جبريل؟ هو ده السؤال بتاع الحلقه. ازاي النبي يشاور ناس وهو جبريل؟ طب ما تقول لجبريل، انت جاي بتقول لنا احنا؟ فالدين جاي لخدمه الانسان، مش الانسان جاي لخدمه الدين. فكل الحدود اللي ربنا قالها عشان انسان يطبقها حسب ظروفه. طيب علشان فكره تعطيل برضو يعني قبل ما اطلع الفصل، عشان بعد الفصل الجاي هننتقل للمساله ثانيه خالص بعيدا عن تعطيل الاحكام الخاصه ببعض الايات. حضرتك قلت لي انه في فتره من الفترات كانت فتره خلافه، فكان الخليفه هو اللي بيقرر، بعد كده بقى سلطان، بعد كده بقى كذا بقى كذا بقى كذا. في هذا الزمن من يقرر للمسلمين؟ يعني مين اللي المفروض ان هو يقرر للمسلمين اذا ما اجتمع المجتمع الاسلامي على شيء يضر المسلمين او يفيد؟ ما فيش حاجه اسمها مسلمين، المصريين. انا بتكلم في الامور الدينيه. الامور الدينيه الأمور، مش الامور الحياتيه. الامور الدينيه اتحسمت خلاص، لو امور عبادات الموضوع انتهى، لو موضوع الحديث ما فيش حديث على وجه الارض ما تمش الحكم عليه خلاص، ما فيش جديد في الامور التعبديه. كيفيه تطبيقها حسب المذهب اللي انت مقتنع بيه، انت مقتنع بابو حنيفه، انا مقتنع بالشافعي، وكل واحد، انت تدخل المسجد، انا ادخل المسجد، الاقى واحد حاطط ايده جنب منه وهو بيصلي، واحد حاطط ايده على صدره، واحد منزل ايده تحت بطنه، هو كل دي هيئات صلاه حسب المذهب المعتمد عنده او اللي هو شايفه صح، وكلها صحيحه. طريقه كل واحد فينا فيها، ما فيش حد غلطان، احنا مش مؤمنين، ما فيش حاجه في الدين. ده الإمام أحمد بن حنبل اتروى عنه 12 رواية في المسألة الواحدة. ده الإمام الشافعي غير مذهبه تلات أرباع مذهبه لما انتقل من العراق إلى مصر. هل معنى كده أن أبو حنيفة في الأول كان غلط؟ الإمام الشافعي في الأول كان غلط؟ لا، بس دي أحكام تقبل التكيف بظروف الإنسان. حكاية الصيام، اللي مسافر واللي مريض واللي معرفش إيه يقول لك صلي قائما، فإن لم تقدر فقاعدا، فإن لم تقدر فمضجعا، في مية توضى، ما فيش مية تيمم، عارف القبلة توجه، مش عارف القبلة ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فسمى وجه الله. أحكام الإسلام خمسة، ثلاثة منهم للي يقدر، الحج من استطاع إليه سبيلا، الصيام للقدر صحيا، الزكاة اللي معاه فلوس يبقى فاضل الشهادتين، والصلاة الشهادتين يسقط التلفظ بهما عن الأخرس ويجوز التلفظ بغيرهما للمكره، يبقى فاضل، وهكذا مرونة وارتياح في كل تطبيقات الإسلام. هستأذن حضرتك تاني وبستأذن حضراتكم، لازم هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل بعد الفاصل. يمكن احنا شيخ خالد بدأنا الحلقة واحنا بنتكلم وبنقول انه في ديننا بالتحديد مفيش رجال دين، في علماء في الدين، لكن برغم ده بنلاقي كل فترة ناس بتطلع بفتاوى. لغاية دلوقتي في 2020 بتلاقي فتاوى مش ملهاش علاقة بالمنطق، ملهاش علاقة بالدنيا كلها. فأنا مش هقول لحضرتك اللي عندي، لأن أنا عندي، احنا يمكن كنا محضرين أكتر من تسجيل لأكتر من فتوى يعني فرقعت قوي في الفترة الأخيرة، لكن أنا عايز أسأل حضرتك قبل ما أقول لك اللي عندي. نعم. إيه الفتاوى اللي قابلت حضرتك عموما حسيت إن هي يعني لا مش بس مالهاش علاقة بالدين هي مالهاش علاقة بأي حاجة؟ أول ما بتكون الفتوى، كلمة الفتوى هو بيعكس شخصية صاحبها، العقل بتاعه، فممكن السؤال بيبقى مش وجيه،
المصيبه لو اللي بيفتي بيستمر على عدم الوجاهه في الافتاء. عشان كده القران الكريم لما راحوا له الناس راحوا للنبي يسالوه عن حاجه ملهاش معنى. انت هتفيدك بايه؟ مش هتفيدك بحاجه. فعمل ايه القران؟ عمل حاجه غريبه جدا. هقول لك الاول القصه ايه؟ قالوا له هو الهلال بيبقى رفيع رفيع وبيملى يملى 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 لحد ما يبقى بدر. وبعد كده يخس 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 لحد ما يبقى هلال. ويملى يملى تاني لحد ما يبقى بدر. ليه؟ لو 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 جبريل جه وحكى للنبي التغيرات الفلكيه التي تنشا من تعارض الشمس والقمر والارض والحركه الدوران المعروفه فلكيا اللي احنا ذكرناها في العلوم، مش هيفهموها في وقتها. فراح القران ردد ازاي؟ قال لك يسالونك عن الاهله، خليكوا في اللي ينفعكم، قل هي مواقيت للناس والحج. اللي يخصك منها انك تاخد منها درجات الزمن اللي انت عايشه، ما يهمكش بقى هلال ليه ورجع بقى. يبقى القران ما جاوبش على السؤال واعطاهم ما لم يسالونا. يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج الى اخره. يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. احترام توجيه السائل للمفيد. لما راحوا بيسالوا الحسن البصري ما حكم دم البرغوث اذا سقط على الثوب في وقته، استغرب جدا. دم البرغوث لو وقعت بقى الثوب نجس؟ قال لهم عجبت لكم، استحللتم دم الحسين وتسالوني عن دم البرغوث. شوف الـ 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 التشبيه. واحد راح للامام ابو حنيفه بيقول له ايه؟ ما حكم الحصاه اذا وجدتها في المسجد؟ قال له اخرجها من المسجد تثاب عليها من الله. قال له ولكن ورد انها تصرخ، الحصوايه مش عاوزه تخرج من المسجد. فابو حنيفه بص له كده قال له ايه؟ قال له دعها تصرخ حتى يجف حلقها، خليها تصرخ ان شاء الله طلتم. يعني فبعض الناس كان بيستخف يعني باسئلتهم او بافكارهم. احيانا السؤال التهكم، الرد بتهكم، هو اللي اللي, اللي 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 بيعالج تفاهه السؤال. لما حضرتك، انا كنت في مكان، كنت في المدينه المنوره، وكان واحد بيعمل عمره او خلافه وقابلني في العمره، فبيقول لي ايه؟ يعني قبل ما نطلع العمره يعني واحنا في المدينه، ده انا عاوز اديك كتاب انا مألفه، فرصه جميله ان انا قابلتك. قلت له اتفضل، كتاب عن ايه؟ قال لي الكتاب ده الاول قبل ما اديهولك انا قعدت 7 سنين ألف. ما شاء الله، 7 سنين بيكتب في الكتاب. فخدت الكتاب، قلت له اتفضل ايه الكتاب؟ قال لي الكتاب اهو، كشف المخبوء في حكم القبلة بعد الوضوء، اسمه كده. كان فاضي ما شاء الله، 7 سنين فاضي. سبع سنين. كنت في مره في برنامج من البرامج، وواحده بتقول بارك لي يا شيخ خالد، قلت لها خير في على الهوا، قلت لها خير ايه؟ قالت لي الحمد لله النهارده خلصت الدوره اللي خدتها في الشغل في مجلس العلم مع اخت فلانه الفلانيه، قعدت 3 شهور الدوره دي، قعدت 3 شهور خدنا كورس كامل في الغسل. قلت لها غسل ايه؟ لا انت بيعدي عليك كتير يا شيخ. والله العظيم يعني غسل كتير. قلت لها غسل الميت ده، الميت بعث قرب يبعث. وقلت له 3 شهور بتتعلموا غسل الميت، ادلقوا عليه ميه ولفوه بحته قماش، هي ايه المشكله؟ احنا للاسف الشديد ضخمنا التوافه حتى تحولت الى فقه مستقل، وبقى له رجال وسدنه بزنس وناس وكهنه، واحنا اللي عملنا ده. ولذلك الرسول لما راح له الراجل بيقول له قل لي قولا لا اساله عليه احدا بعدك، قال له قل امنت بالله ثم استقم. قل امنت، سئل جحا ايهما افضل، المشي امام الجنازه ام المشي خلف الجنازه؟ سكت كده وقال له ايه؟ لا تكن في النعش وسر حيث شئت. ما تبقاش انت المرحوم وامشي في اي داهيه. انما في ناس بيبقى هي المشكله كده، بيضخموا التوافه وبينشا عليها خلافات، وبعد كده تتحول الى مشاجرات. طب ما ربما لانه الناس دي لو ما فيش توافه مش هيكونوا ليهم وجود على السطح، يعني الناس الكثيره اللي بقى عندها اسماء وبتطلع وتفتي الناس والناس تروح لها من اول الشخص البسيط اللي في اي زاويه من الزوايا لغايه بعض الاسماء الكبيره، ما هو لو ما كانش فيها دي التوافه هتنتهي هذه الظاهره. ما هو وصلت يعني هم بيقططوا على ده. انا بقول لحضرتك للاسف الشديد
الـ 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 الأمور التافهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وينطق فيكم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. لدرجة أنه وصل الحال أنه حرموا الفسيخ وحرموا البيض وحرموا الخص ومساعدة كرة القدم والحديث ما بين الناس، وحتى وحللوا زواج القاصرات ويعني والختان. دي إجرام بقى. عندما تتحول الفتوى لأداة إجرام أو لأداة قتل، يجب أن تسن القوانين الضابطة لمعاقبة الذين تطاولوا على المجتمع بهذه الإجراميات التي قاموا بها، لأنه هذه المسألة تتعلق بأمن مجتمعي. إخلالك بالأمن المجتمعي تحت ظلال الفتوى أمر غير مقبول وغير مسموح به على الإطلاق. هو ده اللي عايزين نقوله. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف، شرفتني النهاردة في مساء دي أم سي، ودايما بنستفيد من حضرتك، وإن شاء الله هنلتقي تاني، مش هتغيب عننا كتير، هنلتقي قريبا ويكون عندنا برضو موضوع من الموضوعات المهمة اللي بنطرحها للنقاش، وفي النهاية بنستفيد من وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا. أعزك الله. كمان بشكر حضراتكم، إن شاء الله ألتقي بيكم دايما على خير غدا في مساء دي أم سي. يلقى.